وبركاته. سنة هجرية أو عام هجري مبارك على كامل الأمة العربية، ويعتبر هذا أول لقاء بيننا في هذه السنة الهجرية المباركة. وبسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. تنطلق حصتنا لهذا المساء مع تطبيقة الويكلت التي يعلمها الجميع، تحت إشراف وتنظيم المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب، تحت إشراف الأستاذ والخبير محمد زراوي، وهو سفير هذه المنصة، وسيرافقكم في هذا المساء الأستاذة أنس الذهبي، وهي سفيرة هذه المنصة. الأستاذة أنس أستاذ تعليم ثانوي اختصاص حاسب آلي، معلم خبير لدى مايكروسوفت لسنتين على التوالي 2022 و2000، مدرب معتمد في مهارات التفوق الدراسي واستراتيجيات المذاكرة الحديثة من مركز إبداع، مدرب معتمد من المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب، مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست 2019 أسوسييت، ماستر ترينر 2021-2022، مايكروسوفت إدوكاتور ترينر 2023، ميموري ستراتيجي براكتيشنر انترناشونال سكول كوردينيتور، Co-Space Edu Ambassador, Wicklet Ambassador, Flipgrid Student Voice Ambassador, CAMI Certified Educator, MOT Certified Educator, Master Screencaster, ClassPoint Certified Educator, Adobe Creative Educator Level 1. وترافقها في هذه الأمسية كل منا الأستاذة سلوى الزريبي، أستاذ أول فوق الرتبة للتعليم الابتدائي، متحصلة على الأستاذية في اللغة العربية، فاحصة معتمدة دوليا لمتلازمة إيرلين الحساسية الضوئية من معهد إيرلين الدولي بأمريكا، ممثلة مركز إيرلين مصر بتونس، متحصلة على لقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت العالمية لسنة 2021 و2022، قائد في مجتمع ويكلت، لكنها قائد سابقا أما الآن وهذه المفاجأة فهي سفيرة لهذه المنصة، متحصلة على دبلوم البرمجة اللغوية العصبية في المركز الكندي، متحصلة على المستوى الأول والثاني من كاريزما الصوت، عضو ومدرب في المجموعة التونسية لتكنولوجيا والتربية والتدريب، متحصلة على شهادة المرافق التربوي في صعوبات التعلم، متحصلة على شهادة في كامي شيباي لو كامي شيباي تياتر ديماج جابوني. ويرافقنا أيضا في هذه الأمسية الأستاذ علي سالمي، أستاذ إعلامية والحاسب الآلي بالتعليم الثانوي بسلطنة عمان، حاصل على شهادة الأستاذية في الإعلامية، حاصل على شهادة مستشار شخصي معتمد، حاصل على شهادة خبير كوتشينج معتمد، حاصل على شهادة ممارس كوتشينج معتمد، مدرب معتمد لدى المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية، مايكروسوفت ماستر ترينر، نيربود سيرتيفاي إدوكاتور، ويكلت كوميونيتي ليدر سابقا. وهذه المفاجأة أنه اليوم تحصل على شارة السفير وأصبح سفير معتمد من هذه المنصة، وأيضا مود سيرتيفاي إدوكاتور. إذن لقاؤنا اليوم كان مبرمج منذ بداية هذا الموسم على أن يكون لقاء السفراء، لكن شاءت الأقدار والتأم لقاء سفيرين وقائدين، وما شاء الله إلا أن يكون لقاء السفراء، حيث تحصلت الأستاذة سلوى والأستاذ علي على شارة السفير لهذه المنصة منذ
حين فقط. ألف مبروك لهما، وألف مبروك لهذه المجموعة، لأنها تضم ما شاء الله كفاءات في التكنولوجيا وفي الكوتشنج وفي البيداغوجيا. هنيئا لهذه المجموعة بهؤلاء القادة. ألف مبروك أستاذة سلوى، ألف مبروك أستاذ علي، مبارك، ألف مبروك، ألف مبروك مفاجأة لهذه هائلة. الحمد لله، ألف مبروك لهذه المجموعة، ألف الله مبروك يبارك لهذه فيكم. المجموعة النيرة ولهذا الجامع المبارك فيه بحول الله. إذن ومحدثتكم من تونس الأستاذة سونيا السعيدي، أستاذ تعليم ابتدائي، متحصلة على دبلوم الهندسة الكهربائية، متحصلة على لقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت لسنتين على التوالي، متحصلة على شهادة معلم معتمد لدى مايكروسوفت MCE، سفيرة منصة ويكلت العالمية، مدرب معتمد لدى المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية، مايكروسوفت ماستر إدوكاتور ترينر 2023، مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست أسوسييت. التالي فقط ننقر حتى تستمر. أستاذ علي فقط ننقر حتى نعم. وأيضا كامي سيرتيفاي إدوكاتور، مود سيرتيفاي إدوكاتور، ACE ليفل 1، نيبول سيرتيفاي إدوكاتور، بنشمارك إكسبرت، PC Sales Expert و PC 101 Expert. كما قال أستاذ فتحي، الأستاذة سونيا غنية عن التعريف، وحتى هذه الشهادات ممكن ما تكفيك، يعني كل قدراتك وكل مجهودك في إيصال العلم وما تبذلينه، فبارك الله فيك وجزاك كل خير إن شاء الله. سونيا ألف مبروك لسفراء واكلت. الحمد لله أستاذة هادي، الحمد لله. نعم، ولأن الأعداد مسبق، أنت أيضا وأنس التحقتم كسفراء عن تونس في مهارات القرن 21 في الفريق الأصلي، الفريق الناطق بالإنجليزية والفريق العربي أيضا، هذه أيضا تنضاف إليك وإلى أنس، وألف مبروك يوم للتميز. ما شاء الله، المفاجآت والبشائر ما شاء الله في هذا اليوم. الحمد لله، الحمد لله، هنيئا لهذه لله. المجموعة بهذه الإطارات المكونة لها. إذن هيا نتعرف، نلتحق جميعنا بتطبيق classpoint.app، ثم ننقر على الكود وهو 369001 حتى نتمكن من التعرف. هيا نتعرف، ونرجو أن يلتحق الجميع بهذا الفصل. كما ذكرت، ندخل على متصفح جوجل أو أي متصفح لدينا، نكتب classpoint.app classpoint.app، ثم نكتب الكود وهو 36901. أعيد، 36901. هذا ما سنعرفه بعد قليل أستاذة كوثر، كيف نصبح سفراء لهذه المنصة. لكن الآن ندخل على classpoint.app، الرجاء نلتحق جميعا قبل أن أريد شوية تفاعل يا جماعة الخير، أريد كل الحضور نعم. اليوم يدخلوا classpoint، يلا يا جماعة، الرجاء من الجميع الالتحاق ب classpoint.app. عرفتوا علينا، فنريد نتعرف عليكم حتى تكون حصة شركية نشيطة. يلا يا جماعة، نعم، وحتى يصبحوا سفراء لهذه المنصة، الرجاء أن يلتحقوا بكلاس بوينت بإذن الله. طبعا كلاس بوينت غني التعريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلاس بوينت غني عن التعريف، الجميع يلتحق بكلاس بوينت.
شكرا. يعني دكتورة نسأل عن الكود. نعم الكود 36901 أو عن طريق الكيو آر كود الموجود على هذه الشاشة. الكيو آر كود نستعمل قارئ الكيو آر حتى نتمكن من النفاذ مباشرة لهذا الفصل. طبعا موجود رابط للالتحاق المباشر موجود على الدردشة. وأنا أدخل بدوري إلى هذه التطبيقة حتى يتم التفاعل بشكل جيد. يلا الجميع يلتحق بclasspoint.app classpoint.app. نستطيع مباشرة عن طريق قارئ الكيو آر كود حتى نلتحق مباشرة بهذا الفصل. يلا أعيد رقم كود الفصل وهو 36901 36901. إذن في الفصل 52 فقط ولكن على التيمز قرابة 94 مشترك. أين البقية؟ أين البقية؟ الرجاء الالتحاق بكلاس بوينت. الرجاء الالتحاق بكلاس بوينت. طبعا اليوم طبعا كل الحضور يدخل على كلاس بوينت. اليوم شوية طمع. نصبح الجميع سفراء. الجميع يدخل على الكلاس بوينت. الجميع يدخل على الكلاس بوينت قبل أن يفتح السؤال ونستطيع التفاعل فيه. طبعا الأسماء ظاهرة معنا في الشاشة، هذه الأسماء اللي موجودة على كلاس بوينت. ما عليك إلا تدخل في أي متصفح تكتب classpoint.app بعدين تظهر لك شاشة دخل الكود 36901 تحتها تكتب اسمك مفعل. أكيد مفعل بنا. النت الكود مفعل بعد الدخول. ماذا نفعل؟ لم تفتح بعد السلايد حتى نستطيع التفاعل فيها، لكن الآن نرجو من الجميع الالتحاق بكلاس بوينت. ليش ما راضي يفتح؟ تريد نفتح السؤال؟ عادي ما عندي مشكلة. يلا افتح سؤال أستاذ علي، افتح السؤال وسيلتحق البقية بهذا الفصل. هيا نتعرف. الجميع يكتب الاسم واللقب وما يحلو له أن يكتب. يلا الجميع يلتحق بكلاس بوينت. الجميع يلتحق بكلاس بوينت. نحن تجاوزنا على التيمز تجاوزنا 100 متابع. نرجو من الجميع الدخول على كلاس بوينت. على التيمز تجاوزنا 100 متابع. نرجو من الجميع الالتحاق بكلاس بوينت. فقط ندخل على محرك البحث ونبحث عن تطبيق classpoint.app ثم نكتب هذا الكود 36901.
3 6 9 0 1 سنجد أنفسنا مباشرة في هذا في هذا الفصل ونكتب ما يحلو لنا حتى نتعرف. أستاذ علي، هل لك أن تقرأ لنا بعض ما جادت به لا أقول الأقلام بل ما جادت به لوحات الكتابة؟ كرامي صلاح عبد الله عبد الغني، تشرفنا شموخ الرفيل، ياسمين محمد، حجي أبو زيان، رشا منير رفاعي من مصر، عرياء المنعي سلطانة عمان معلمة مهارات قيادية، فاطمة ناصف من مصر، مدربنا محمد زيراوي، محدثتكم الأستاذة والخبيرة سمية السعيدي، أمير عمان معلم خبير مدرب ماستر سفير غني عن التعريف أستاذ أمير، رشا نبيل مدرسة لغة إنجليزية، طالبتنا تقوى رضوان صفور تشرف بحضورك. أستاذ علي الرجاء أعيد قراءة الكود، الكود هو 3 6 3 6 9 0 1 3 6 9 0 1 حتى يتمكن الجميع من الالتحاق. نعم تابع أستاذ علي. إذن وصلنا إلى رضوية عبد الحميد معلمة لغة إنجليزية من مصر، هيثم بن صالح من تونس، نفيسة أحمد عطا من مصر معلم خبير علوم، عبيدة عبد العزيز المالكي نتشرف بالمملكة العربية السعودية، عبد الرحمن مشرف تربوي مشرف تربوي من المغرب، سميرة قديري من المغرب شرفنا بها المغرب، سهام محمد علي، سلمى معلمة تقنية معلومات في سلطنة عمان الحبيبة، داليا رجب معلمة عربية من مصر الحبيبة، جليلة الجردانية أكيد من سلطنة عمان معلمة رياضيات، هادي عامر رياحي التوأم التونسي مرحبا، إيمان محمد فناني مصطفى من الأزهر الشريف والنعم مرحبا بيا مصر الأزهر الشريف، أولى سيف محمد سديري، شيماء ممدوح مصر، زهراء إبراهيم من مصر أكيد، سارة السيد علي من مصر أكيد، سامي البديري من سلطنة عمان، أسماء على الدين من مصر، بشرى محموني، ونيلهام فيصل من مصر، أنس الذهبي مدربتنا من تونس، مايس توكان من مصر، محفوظة الخالدية متابعتنا الوفية من سلطنة عمان، بونكراج سوي مدبهيبة عجمي عمر تشرف أكيد من تونس، السلام عليكم نرجو كتابة الاسم حتى نتعرف عليه. مرحبا أستاذة وهيبة معنا، مرحبا بك بيننا أستاذة وهيبة. سهرة بنت المنصف عجيب مرحبا أهلا وسهلا في قصر السعيد وتونس الكل، كوثر فاروق رشيدي من مصر عضو وقائد مجتمع وريد الحصول على سفير إن شاء الله، فالك طيب إن شاء الله، لمياء دحس من تونس، وميمة تشرفنا ما شاء الله، الحين السفير عاد سلوى الزريبي مدربتنا، أنا اسمي نادية معلمة التربية الإسلامية من الأردن تشرفنا بالنشامة، عفراء اليحيائية أكيد من سلطنة عمان، لينا حسين ميمة المعمرية من سلطنة عمان، طيب محمد الزهراني سفير فريق باحث شغوف شرفنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا، المعلمة ديما خالد أستاذ مسعد. علي. نعم أستاذ علي، الجميع يقوم بتعريف نفسه على الشات،
لكننا نرجو الجميع أن يلتحق بكلاس بوينت دوت أب. نتمنى أنكم تلتحقوا بكلاس بوينت، نتمنى الجميع. يعني إحنا على تيمز تجاوزنا 110، لكن على كلاس بوينت 104 فقط، والمتفاعلين 83 فقط، أين البقي؟ نرجو من التفاعل على كلاس بوينت. نجرب كلاس بوينت، أداة يلا. رائعة. نعم. عواطف عبد القيم من تونس. أعيد الكود. أعيد الكود. يعني درويش من مصر. نعيد الكود 369-01. نعم. 01. نعم. أعيد الكود 369-01. هيا نتفاعل كلنا على الكلاس بوينت. على فكرة هذه الحصة أو هذه الورشة برعاية مجموعة فيجن السعودية ومجموعة دوراتي أيضا. نتقدم بالشكر وجزيل الشكر لهاتين المنصتين على دعمنا في هذه الورشة. إذن أستاذ علي لك الكلمة. إذن نواصل التعريف بالحضور الكريم. طبعاً الحضور كامل 108، لكن اللي أرسله الحين 85. ياريت التفاعل أكثر يا جماعة الخير. ريهام هلال من مصر إن شاء الله. لكن على التيمز أكثر من 114. على التيمز أكثر من 114. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك أستاذ علي، بس أنا عايز الإجابة بتاعتي كانت مختصرة جدا، فقط اسمي فقط، فكنت عاوز أضيف للإجابة بتاعتي، ممكن ولا خلاص كده؟ هو المفروض في إمكانية حتى في الكلاس بوينت. صحيح؟ لا، في الكلاس بوينت في هذا السؤال إمكانية واحدة، إمكانية واحدة فقط، ما فيش تعديل. تمام شكرا لحضرتك. مفيش مشكله، هو في اسئله اخرى بامكانك نحن نتفاعل، يعني هي في اكثر من سؤال حتى نحن نتفاعل ونكتشف الاداه ونكتشف الحضور الكريم. نواصل الحضور الكريم. وصلنا ريام هارون من مصر. السلام عليكم. فريد اللومي من تونس. ريم شابي مدربتنا في المجموعه التونسيه للتكنولوجيا والتربيه والتدريب، مرحبا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك والعافيه ليكم ان شاء الله. رادع الجابري من سلطنه عمان. مرفت محمد كامل محمد من مصر. سيدين غازي طالبتنا المجتهده من المشامه الاردن، الاسم محجوب، متابعتنا ومدربتنا في المجموعه التونسيه للتكنولوجيا والتربيه والتدريب. الخليل احمد شكيلي من سلطنه عمان. زينه مصطفى من الامارات، اهلا وسهلا بجميع الدول العربيه. منير آل عبد السلام من سلطنه عمان. منيره آل عبد السلام، يعني الاسم متردد، نعرفك اللي متابعتنا. شكرا جزيلا لكل المتابعين الاوفياء. سماح شتاري من تونس. الهام نافع، شرفنا. حمدي النحيلي اعلامي ليبي، مرحبا اهلا وسهلا بك. عبد اللطيف بحنان من المغرب، اهلا وسهلا. عبير حسين، مرحبا باهل العراق. انا القائد عبد الله جداد من المغرب، اهلا وسهلا. سهاج معلم رياضيات مدرب الازهر، ثانك يو، شكرا جزيلا. ياريت اللي كاتب ثانك يو اكتب المره الجايه اسمه. ماجد نبيل حامد من مصر. بلا فتح السيد، شرفنا. الطاق، المهم مرحبا اهلا وسهلا بك. شيماء فتحي، شرفنا. شرفنا. نرجو من الجميع التفاعل على الكلاس بوينت. محمد ابراهيم شبكي من مصر، شرفنا. آية السيد من مصر. فتحي خميس سلطنة عمان. عبد النبي رمضان، شرفنا من الامارات. سامية الشعبي من تونس. ميادة، شرفنا من مصر. نرجو من الجميع التفاعل على الكلاس بوينت. ما
مرحبا، اهلا وسهلا. محمد رجب من مصر شرفنا. مرحبا بالجميع الحضور الكريم، أستاذة بدرية من لبنان، أستاذ رحمة صالح الشيادي من سلطنة عمان، مرحبا من عمان، مرحبا بكامل الحضور معنا بكامل الأوطان. أستاذ علي، نعم، نكتفي بهذا القدر في التعارف إن شاء الله، ثم ننتقل إلى سؤال موالي. طيب، خلينا يستاهل القلوب. مبارك الله في الحضور الكريم. أكيد أكيد، لكن ما لاحظت تفاعل على تيمز، لا في قلوب ولا تصفيق أبداً ولا أبداً. أي رياكشن على تيمز أبداً أبداً. يا جماعة الخير، ما شيء تفاعل. الظاهر إنهم بخل شوي. لا لا إن شاء الله. لا 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 لا، وإن شاء الله يكون الحضور معنا ما يكون بخيلين، تخميني، خصوصا على المدربين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا ريتك تشوف انت التفاعلات والتصفيق والرياكشن، لكنك انت اللي عندك الشير ما تقدر تشوف تفاعلاتهم على التيمز. ما شاء الله، هذا الحضور الكريم اليوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا ننتقل للسؤال الموالي. ما شاء الله تفاعلات، ما شاء الله تثلج الصدر فعلا. نبقى دائما على الكلاس بوينت، وفي هذه المرة سؤال جديد، وهو هل لديك حساب على منصة ويكلت؟ إن كان نعم تكتب نعم، وإن كان لا تكتب لا. طبعا الإجابة بنعم أو لا، وبعدين بنمر إلى التفاصيل. نعم. إن شاء الله إن شاء الله نرجو التفاعل، نرجو التفاعل. نحن على التيمز أكثر من 130 ونرغب في ذلك على الكلاس بوينت. الرجاء التفاعل. كود الكلاس بوينت، أكرر، كود الكلاس بوينت 3 6 9 0 1. أكرر، كود الكلاس بوينت 3 6 9 0 1. التفاعل على الكلاس بوينت ليس على الشات، التفاعل على الكلاس بوينت وليس على الشات. الرجاء من الجميع التفاعل على الكلاس بوينت حتى نصبح الجميع سفراء هذه المنصة. التفاعل على الكلاس بوينت، والكود هو 36901 36 36901 36 36901. الرجاء من الجميع التفاعل على الكلاس بوينت حتى نصبح الجميع سفراء لهذه المنصة اليوم إن شاء الله. أكرر، الكود هو 36901. نرجو من الجميع الالتحاق بهذا الفصل الافتراضي على الكلاس بوينت. إذن أكثر من 30 على تيمز، على الكلاس بوينت 129، لكن المتفاعلين فقط 63. أين البقية؟ أين البقية؟ عود لنا الكود مدام بربي. 3 6 9 0 1. أعيد الكود
ثلاثة ستة تسعة صفر واحد. إن شاء الله الجميع يلتحق. شكرا. كلاس بوينت ويتفاعل معنا. العفو. يلا. 71 إجابة. أين البقية؟ لدينا 132 على الكلاس بوينت. أين البقية؟ و72 فقط الذين أجابوا على السؤال. نعم لدي أحباء. أستاذ علي. نعم. تفاعل مع الإجابات. أظهرنيش السؤال. أعيد السؤال. السؤال هل لديك حساب على منصة ويكليت؟ نعم أم لا؟ يعني تكتب نعم. إذا عندك حساب على منصة ويكليت تكتب نعم. إذا ما عندك تكتب لا. ليش؟ عشان نشوف من ما عنده حساب حتى نقوم ب الخطوة الأولى في إعداد حساب وإنشاء حساب على منصة ويكليت. لاحظ هناك وجود عديد من الإجابات اللي قالوا لا. إن شاء الله في هذه الحصة إن شاء الله تتمكنوا من الولوج إلى منصة ويكليت وإنشاء حساب على منصة ويكليت. التفاعل على كلاس بوينت وليس على تشات. يلا نعم. الجميع يتفاعل على الكلاس بوينت. يريد كل اللي يشارك معنا. كلنا تقريبا كلنا على الكلاس بوينت. 135 كلاس بوينت لكن المتفاعلين فقط 81. أين الباقي؟ يعني يظهر معك السؤال بتجاوب نعم أم لا. يعني عندك حساب ولا ما عندك؟ هل عندك حساب اكتب نعم، ما عندك حساب اكتب لا. خلينا نشوف. يلا شوية تشجيع. من عنده حساب. شوية تشجيع حتى يكتمل النصاب والجميع يتفاعل ويكتب على الكلاس بوينت. ليش مش راضي ينضم إلى الكلاس بوينت؟ طيب وجدد ذكر الكود 3 6 9 0 1. والسؤال هل لديك حساب على منصة ويكليت؟ الكود هو كود الكلاس بوينت 3 6 9 0 1. والسؤال هو هل لديك حساب على المنصة منصة ويكليت؟ نجيب بنعم أم لا. إذن نمر إلى أكثر تفصيل. يلا نمر إلى السؤال الموالي. لكن يا ريت الجميع يشارك على الكلاس بوينت. يعني تقريبا 137 على الكلاس بوينت والذين تفاعلوا فقط 84. إن شاء الله يكون التفاعل في هذا السؤال إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نحن ننتظر. ولكن في هذه الورشة نحن طماعين، في هذه الورشة بالذات حتى يصبح الجميع سفراء. إذا للي عنده حساب في ويكليت نسألك هل ما هي شارتك؟ يعني هل أنت قائد إن كنت سفير تنتمي إلى هذه المنصة؟ الرجاء أن تحمل صورة. لا هذا ما شارتك. ما شارتك في مجتمع ويكليت؟ إن شاء الله. يلا الجميع يشارك. قبل شوية بنعم. إن شاء الله تتحصلون على الشارات والألقاب في هذه المنصة. نتعرف على الموجود معنا. أنا أستاذ أماني. يلا السؤال هو ما شارتك في مجتمع ويكليت؟ السؤال لا يظهر على فقط موجود على الباوربوينت. والسؤال ما شارتك في مجتمع ويكليت؟ تنقر فقط الإجابة ثم تنقر على سبميت. تكتب إجابتك ثم تنقر على سبميت. الرجاء
من الجميع أن يتفاعل في كلاس بوينت، يعني الحضور على كلاس بوينت 140 أستاذ. أستاذ علي. نعم. الحضور على كلاس بوينت 140 لكن المتفاعلين 44 فقط، أين البقية؟ إذا ظهر معك سؤال ياريت تشاركنا، هل أنت مثلا عضو أم قائد أم سفير أم توك فاتح حساب مثلا أو ما عندك حساب؟ إذا ما عندك حساب قول ما عندي حساب. السؤال هو ما شارتك في مجتمع ويكلت؟ ما شارتك في مجتمع ويكلت؟ لا الجميع يجاوب، ليش ليش المشترك بس اللي مشترك يجاوب؟ الجميع يجاوب، الجميع يجاوب. ما عندك حساب قول ما عندي حساب، ما مشكلة. نحن إن شاء الله ما تطلع من هذه الورشة اليوم إلا يكون عندك يلا. حساب إن شاء الله ومنضم إن شاء إلى الله. إن شاء الله. الكوميونيتي ويكلت إلى المجتمع حد. نعم الجميع دون استثناء أستاذ أريم. يلا الجميع يتفاعل على الويكلت على الكلاس بوينت، الجميع يتفاعل على الكلاس بوينت. تفضلي أستاذ عواطف عبد القوي. ما هو السؤال؟ ما شارتك في مجتمع ويكلت؟ إذا كنت تنتمي إلى هذا المجتمع، إن كنت عضو أم قائد أم سفير؟ السؤال ما شارتك في مجتمع ويكلت؟ السؤال موجود على كلاس بوينت. ما شارتك في مجتمع ويكلت؟ سؤال موجود. طيب احنا لسه ما يعني لا ننطلق بعد في تدريب الويكلت، احنا الان على الكلاس بوينت، يعني بعد شوي الأستاذة أنس ستقدم لنا ما يمكن أن نستفيد منه على الويكلت، لكن الآن نحن نتابع في كلاس بوينت، نحن نتفاعل على كلاس بوينت. أستاذة ديما أسعد، نحن الآن على كلاس بوينت، نتفاعل على كلاس بوينت، وبعد حين ستقوم بشرح منصة ويكلت الأستاذة أنس السفيرة أنس. إذن هل تنطلق الشرح؟ ونرجي هذا السؤال إلى بعد الحصة إن شاء الله. طيب أستاذ هو تحميل صورة، هل نرجي هذا السؤال إلى ما بعد الحصة إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. الكلمة الآن إلى المدربة والخبيرة الأستاذة أنس الذهبي، فلتتفضل والكلمة لك. بالتصفيق والتفاعل حتى تستطيع أن تقدم ما بجعبتها من معلومات ونستفيد من ذلك، نستقبلها بكل حب. شكرا أحبتي، شكرا أستاذة سونيا، شكرا أستاذ علي. أنا ما أشوف تفاعل يا حضورني الكريم، أين التفاعل؟ وين التشجيع الأستاذ أنس؟ يعني ما شاء الله شكراً. إذا تقول أنس تقول كوسبيس وتقول هذيك إنك تسبح في الفضاء، ما شاء الله عليها، خبيرة شكراً. ومبدعة في كل المجالات ما شاء الله. وين التفاعل؟ أستاذ علي لا نقول أنس يعني كوسبيس، أنس يعني قائدة يعني مدربة يعني كل شيء، يعني كوسبيس يعني تجري يعني ويتلي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا شكرا لكم، شكرا التفاعل، ونستقبل مدربتنا بكل سلمريد. يلا تفضلي أستاذ أنس الكلمة، الرجاء غلق المصطح غلق الميكروفون حتى تستطيع المدربة
أن تقدم ما يمكن أن يفيد الجميع. شكرا أستاذة سونيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقدم ابتداء برنامج الحصة. فيما يخص الجزء الأول من الحصة سيكون تقديم وتفسير وشرح لجميع الإمكانيات الموجودة والمتاحة بالنسبة لمنصة ويكلت. نعم الشاشة مشاركة. نعم يلا لكن شاشة مشاركة أم لا؟ نعم موجودة. شكرا. إذن كما قلت سأعيد المشاركة لمشاركة كل سكرين، هذا أفضل. إذن كما قلت بالنسبة لحصة اليوم ستنقسم إلى 4 أجزاء. الجزء الأول وهو الذي سأقوم بتقديمه مباشرة والذي يخص طريقة الانخراط في منصة ويكلت كمبتدئ وكيفية استعمال وكل الإمكانات المتاحة بالنسبة لهذه المنصة وأهمية هذه المنصة بالنسبة للمربين خصوصا وكل مستعملي الإنترنت والتكنولوجيا عموما. في مرحلة ثانية ستوافيكم الأستاذة سلوى إن شاء الله بالمرحلة الثانية في استعمال منصة ويكلت وهو حصول على إشارة عضو في منصة ويكلت، ومن ثم الأستاذ والخبير أستاذ علي سيتكفل بتفسير مرحلة الحصول على شارة القائد ليدر ويكلت ليدر، وختامها مسك سيكون مع مبدعتنا الأستاذة سونيا السعيدي لتشرح لكم كيفية الحصول على شارة سفير لدى منصة ويكلت. إذن بسم الله نبدأ. كما تعلمون في كل المنصات هناك إمكانية إنجاز أو فتح حساب جديد. بالطبع سبق وأن أنا فعلت حسابا بالنسبة لي، ولذلك لن أستعمل الإمكانية sign up بل سأدخل مباشرة باللوج إن. طبعا للولوج إلى المنصة هناك العديد من الإمكانات. يمكن فتح حساب على ويكلت على باستعمال أبل، جوجل، مايكروسوفت، فيسبوك أو كليفر أو أي إيميل مغاير يمكن فتح حساب به. بالنسبة لي الحساب الذي أعتمده بصفة رسمية بالنسبة لويكلت هو حساب رسمي على جوجل. وابتداء سأقوم بشرح مبسط لكل ما يمكن أن تروه في هذه المنصة. إذن كما ترون في هذه المنصة هناك العديد من الإعدادات والعديد من الاقتراحات المختلفة. أهمها وأولها هي إمكانية إنجاز أو فتح كولكشن جديد، يعني مجموعة يمكن أن نضيفها إلى حسابنا لإضافة معلومات. قبل إنجاز مثال بالنسبة للكولكشن أقول لكم أن الهدف الأساسي من استعمال ويكلت، وهذا مهم جدا عند الإشراف على اكتشاف أداة جديدة، أهم شيء يجب أن يكون في ذهن المتعلم والمتقبل لماذا يجب أن أتعلم هذه المنصة وما هي الإضافة التي ستضيفها إلى مخزوني المعرفي. رجاء المايك، رجاء غلق المايكات، الرجاء غلق المايكات. إذن كما تعرفون نحن في زمن رقمي بامتياز، كل المعلومات مرقمنة، صور، فيديوهات، نصوص، مراجع كلها رقمية، وهناك يمكن أن نصفها بتسونامي المعلومات الرقمية
بالنسبة لكل مستعمل الانترنت مستعملي الانترنت، وهو هاجس ومشكل كبير بالنسبة لكل مستعملي الانترنت ومستعملي التكنولوجيا. ماذا وكيف يمكن أن أخزن معلوماتي المهمة والتي تمثل شيئا ثمينا بالنسبة لي على المستوى الشخصي أو المستوى العملي البروفيشنال، يعني في أمان غير ما أكون في خطر أني أخسر هذه المعلومات، وفي نفس الوقت إذا أمكن أني أحفظ هذه المعلومات بطريقة مجانية. والأهم من هذا هي السيكوريتي. السيكوريتي هي أهم حاجة. تعرفوا المشاكل اللي موجودة على الانترنت عموما، أهم هاجس في مستعملي الانترنت هي السيكوريتي. وفي المنظومة الحماية المعلوماتية في العالم هناك الجديد وهناك تقنيات جديدة بصدد تفعيلها وبصدد استعمالها لكثرة الأتاك، يعني الهجومات والقرصنة اللي موجودة حول العالم. إذن ويكلت هي منصة تضمن لنا كل احتياجاتنا من سعة استيعاب، من سيكوريتي، من سهولة استعمال ومرونة في الاستعمال. سنكتشف ذلك مباشرة. إذن لحفظ أي نوع من المعلومات يمكن إنجاز collection جديد، create a new collection. طبعا في هذه الكولكشن سنقوم بإسناد عنوان لهذه المجموعة، مجموعة المعلومات على حسب المحور، المناسبة العائلية أو المناسبة نقول العملية أو المحور المشروع الذي نحن بصدد إنجازه مع زملائنا أو مع تلاميذنا في الفصل. يمكن إسناد عنوان لهذه الكولكشن. وبما أننا في أيام احتفالية تخص السنة الهجرية الجديدة، إذن سأقوم بإسناد العنوان الآتي وهو سنة هجرية مباركة للجميع. سنة هجرية يعطيك العافية دكتورة أنس، شكرا للجميع، الله يعافيكي، شكرا دكتورة أنس. بس مقاطعة صغيرة قبل الإكمال، عندما فضلي. قمت بعمل إنشاء ويكلت عن طريق حساب جوجل أو مايكروسوفت تيم، يقوم بإرسال كما الصورة التي أرسلتها قبل قليل، يريد تاريخ الميلاد عند MM، لا أعرف ماذا يريد، هل هو يريد الشهر أم السنة أم ماذا يعني؟ month MM هو المنث يعني الشهر، تمام. لا وطبعا العمر هنا يجب أن يكون أكثر من 18 سنة، يعني بالنسبة للتلاميذ يجب أن يكونوا أن يستعملوا ويكلت عن طريق المربين أو الأساتذة أو المعلمين عن طريق لينك أو كود. بالنسبة للأساتذة والمربين هو إنشاء حساب مثل أي منصة أخرى، يطلب الاسم واللقب وطبعا السن لأنه متاح للكبار فقط. لا أقصد المانت يريده بالأرقام أم كتابة، نكتب جون جولاي، لأنه عندما أقوم بالكتابة لا أظن بالكتابة، هو دائما بالأرقام، لأنه على المستوى العالمي international، يعني على المستوى العالمي تسمية المانت تختلف. لا يقبل رقم 7 أو 8 أو 12 عندما أريد الكتابة. 07 نعم 07. إذن هو وضع لك MM يعني two numbers، يعني يطلب زوز أرقام. شكرا لك. شكرا. مرحبا. إذن كما ترون أول شيء نشاهده في هذه الكوليكشن، عذرا من الكل الحضور، اسمحوا لي أتيح لي الفرصة أن أتقدم قليلا في الشرح، ثم سنفتح باب الأسئلة بشكل منظم لكي يتسنى لنا إدارة اللقاء بشكل يعني لائق وممتع بالنسبة للجميع. شكرا. إذن بعد
تفضلي. نرجو من الجميع أن يغلقوا المايكات حتى يتسنى للمدربة الشرح، ثم يمكنكم السؤال عن ذلك بعد انتهاء حصتها مباشرة. شكرا أستاذة سونيا، ونرجو أن من الجميع أن يتفهم ذلك. وفي الأثناء يمكنهم كتابة الأسئلة في الشات لتسريع العملية لحين فسح المجال للأسئلة، وستتكفل الأستاذة سونيا بقراءة الأسئلة، وسأقوم بإذن الله على إجابة عليها جميعا. شكرا. إذن سأعيد لك المجال. حتى الآن قمنا بفتح حساب على ويكلت باستعمال أحد الأدوات المتاحة اللي هو جوجل، مايكروسوفت أو غيره، ثم صناعة كولكشن يعني مجموعة معلومات طبعا. وأول أوبشن في الكولكشن هي العنوان، والعنوان قلنا أنه يتناسب مع محور أو مشروع أو مناسبة أو غيره على حسب نوعية المعلومات التي سنقوم بوضعها في هذه المجموعة. طبعا هذا هو العنوان، وهنا المجال لشرح أو لتفسير ما هو المطلوب تحديدا بالنسبة لهذه الكولكشن. هنا سنتمنى سننشر هنا بطاقات تهنئة. نشر المطلوب هو نشر، وسأقوم طبعا بنشر اللينك لأتيح للجميع المشاركة في هذه العملية. نشر إذن تهنئة ولا بطاقات، عفوا بطاقات تهنئة، بطاقات عفوا بالإنجليش تهنئة، بطاقات تهنئة. ما هي نوعية البطاقات أو نوعية التهنئة التي يمكننا نشرها في هذه المجموعة؟ إذن كما ترون هنا متاح مجال لكتابة نص أو كتابة كلمة أو استعمال الأوبشنز الموجودة على اليمين. ترون هنا متاح هنا إضافة تكست، إضافة إيمج، بوك مارك اللي هي الفافوري أو فيفوريت يعني الكولكشنز التي اخترناها ككولكشن مميزة بالنسبة لنا، بي دي اف، تويتس، فليب جريد فيديو، يوتيوب، جوجل درايف، وان درايف، أدوب إكسبرس. هذم الإمكانات أو نوعية الملفات أو المعلومات الرقمية التي يمكن إضافتها في Collection Wakelet. مثلا سنبتدئ بتجربة تكست. طبعا لربحا للوقت لن أخوض في كل التفاصيل، سأحاول الإسراع في الأمر، وسأترك لكم المجال لاكتشاف ومحاولة إضافة أنواع مختلفة من بطاقات التهنئة لتكون يكون التدريب بصفة فعالة ومباشرة مع بعضنا البعض اليوم، لأكون متأكدة أنكم اليوم ستتحصلون على الشارة الموالية للشارة الحالية. يعني إذا كنتم members ستصبحون بإذن الله leader، أو leader ستصبحون ambassador. يعني كل عام وأنتم بخير. مثلا طبعا هناك إمكانية أني بدل الفونت يعني الشكل، اللون، الهايت، أو إضافة رقمنة أو ترقيم العنوان وغيره من الإمكانات المتاحة. يمكنكم يعني إضافة أي نوع من التغييرات على التكست، غيرها من الأوبشنز. الإيمج، في الإيمج هناك إمكانية القيام بأبلود أن إيمج، يعني يمكن أن نضيف إيمج من الكمبيوتر اللي عنا. طبعا أنا أضفت أول صورة موجودة لدي.
يمكن أيضا إضافة صورة يمكن إضافة صورة الرجاء إغلاق المايك صورة من منصة كانفا مباشرة وهذه إضافة رائعة زادتها ويكلت هذه السنة في سنة 2022 وهي فعلا إضافة كبيرة جدا لهذه المنصة وعلما أن منصة ويكلت اجتاحت كل المنصات العالمية وكل المشاريع العالمية لسهولة استعمالها ولفائدة استعمالها ولتعداد الإمكانات المختلفة يعني فعلا هي فيها مرونة عجيبة. إذن عندكم هنا أمثلة من الإعدادات الموجودة في كانفا مثلا سأختار هذا المثال عفوا بشكل يعني مباشر. إذن هذه الصورة يمكن أن تكون باقة ورد يمكن أن تكون فعلا بطاقة تهنئة كاملة بمحتوى مختلف. أنا أردت أن أقوم بمثال على السريع كما تقولون. إضافة أخرى بالنسبة لويكلت يمكننا إضافة صورة جيف أو جيفي كليب يعني هلا أو جيفي كليب شكراً. أقوم بإضافة فنجان قهوة أستاذة سلوى هذه هدية لك لأنني مثلك من عشاق القهوة. شكراً على الصحة هنا سنشربها سوياً قريباً إن شاء الله. إن شاء الله في الأفراح أكيد إن شاء الله. إمكانية أخرى هي اختيار صورة من library هي مجموعة صور متاحة معناها متاحة من منصة ويكلت في إمكانات مختلفة يمكن تحديدها ببحث خاص science for example كما ترون star etc. كما قلنا البوك ماركس ستعترضنا بعد قليل في أحد الإمكانات في منصة ويكلت. PDF يمكن إضافة PDF ويكلت ويبينار هذا PDF الذي حصلت عليه بالنسبة لمشاركتي في ويبينار في ويكلت يعني يمكن تخزين هنا مثلاً مكتبة للكتب PDF التي تخصني في بحث أو تخص مجال معين مجال بحث معين أو كل الكتب التي تهمني وهي من نوع PDF يمكن حفظها في نفس الكوليكشن لكي يتسنى لي الولوج إليها بطريقة سريعة وسهلة ومباشرة وفي حماية كبيرة طبعا. أوبشن أخرى Tweets يمكن إضافة تويتس من تويتر. فليب جريد للمشاركين الذين عندهم فكرة على منصة فليب جريد هي منصة تسمح لنا بتسجيل فيديوهات لتسجيل أصواتنا أو لتنزيل فيديوهات مباشرة طبعا وهي تستعمل كثيرا في الفصول على مستوى العالم والهدف منها هي طبعاً كسر الحواجز بين المتلقين أو المربين والتلاميذ. يمكن إضافة فيديو عبر فليب جريد يمكن تسجيل فيديو عبر محور معين أو يمكن إضافة فيديو مباشرة نكون قد سجلناه من
يعني قمنا بإنجازه مباشرة من الهاتف الجوال كما سنرى الآن. مثلا بالنسبة لهذا المحور التي كنت أعددته في المرحلة للـ MI Expert Showcase School، هذا هو المشاركات على المستوى العالمي Asia, North and America, Africa. إذا أردت أن أضيف فيديو مثلا يعطيني المجال لتسجيل فيديو إذا كان لدي طبعا كاميرا. الحال هو أني الآن معكم بحاسوب يعني مكتبي ليس مجهز بكاميرا، ولذلك الإمكانية الأخرى المتاحة هي أني أقوم بتحميل فيديو من الكمبيوتر نفسه، يعني يطلب مني أني نعمل أبلود فيديو، وطبعا لما أعمل أبلود فيديو سينضم بصفة مباشرة لـ Wakelet. الرجل أغلق المايكات. لحمة برضو. أستاذ أنس. نعم. سأقوم بغلق المايكات حتى تتمكني من شرح ما يجب تفضلي القيام به. هل تسمعونني؟ نعم الآن لك أن تواصلي درسك. شكرا. كنت قد أضفت فيديو باستعمال اليوتيوب، قمت ببحث على اليوتيوب على محور الكوليكشن التي أنشأتها الآن، وهو يعني تمنياتي لكم بعام سعيد. والإمكانيات المتوفرة في اليوتيوب اخترت منها فيديو ووقع تنزيلها بطريقة آلية في الكوليكشن. يمكن القيام بنفس الشيء عن طريق اليوتيوب مباشرة، احضار اللينك من اليوتيوب والقيام بالكوبي بيست في هذا المجال أو في هذه الخانة، وتقوم ويكلت بتنزيل الفيديو بنفس الطريقة. إمكانية أخرى هو احضار ملف من جوجل درايف، يعني يمكن احضار ملف من جوجل درايف، طبعا هنا يطلب السكيورتي وغيره، ويمكن هنا احضار هذا الملف على سبيل المثال، وهو مخزن في الدرايف الخاص بي وهو يخص الكوميونيتي ليدر بروفايل. إمكانية أخرى بنفس الطريقة التي قمنا بها بتحميل فايل أو يعني معلومة من جوجل درايف، يمكن استعمال أيضا وان درايف. والإمكانية الأخيرة وهي استعمال أدوب إكسبرس. طبعا لمستعملي أدوب إكسبرس تعرفون أنه ليس متاح بصفة مجانية، هنا سينشر لي بصفة مباشرة المشاريع التي كنت قد قمت بالاشتغال عليها. هذه باقة الياسمين التي قدمتها لأشقائنا في فلسطين في حصة كوسبيس، وهذه صديقتي سلوى الزريبي في صورة لنا. طبعا لتنزيل أي مشروع بالنسبة لأدوب إكسبرس يطلب مني أن القيام بالنشر. بداية يجب أن أنشر هذا المشروع أو هذه البطاقة ليتم تنزيل الصورة أو المشروع وسط الويتلست. الحقيقة أن النشر ليس متاح بطريقة مجانية، يعني لما أختار أني أنشره في بعض السوشيال ميديا يطلب مني أن أدفع ثمن ذلك، وهي إمكانية غير ممكن استعمالها بطريقة مجانية. إذا طبعا إلى حد الآن نحن قمنا بإنجاز كوليكشن اسمها سنة هجرية مباركة للجميع. سأقوم بنشر أو مشاركتي
بداية البروفايل الخاص بي على ويكلت لتقوموا بمتابعتي على منصة ويكلت بصفة مباشرة. هل الصوت متقطع أستاذة سونيا؟ لا أستاذة أنس، الصوت واضح واضح جدا. الذي له الصوت متقطع يكون بسبب الإنترنت على الأرجح. يمكن هناك بعض المشاكل في الإنترنت، هذا أكيد. شكرا. إذن هذا البروفايل الخاص بك يمكن أن تضيف فيه المعلومات الخاصة بك طبعا كمستعمل لويكلت، وتكون واجهة للتعريف بنفسك في ويكلت كوميونيتي، يعني في مجتمع ويكلت، مع إضافة صورة وغير ذلك. هناك من التحق، أستاذ فتحي التحق، يعني قام بالمتابعة بصفة مباشرة، followed you على الفور، يعني على الفور يصلني بصفة مباشرة كل من يضغط على الرابط الذي قمت بنشره الآن على الشات. يمكنكم الضغط على الرابط ومن ثم الضغط على follow، وأي جديد أقوم بتنزيله في ويكلت في الكولكشنز التي أضعها بطريقة نقول public، يعني متاحة للجميع، وهذه إمكانات سنشرحها بعد قليل. طبعا يمكنكم الولوج إليها بصفة مباشرة. سأعود للمثال ليكون العمل طبعا منظم، updated A to Z created. هذه الكولكشن الأخيرة التي قمت بإنشائها. قبل أن أتقدم في شرح إمكانات الأخرى المتاحة في ويكلت، سأقوم بنشر رابط الكولكشن لأسمح وأتيح لكم الفرصة للمشاركة بصفة مباشرة في هذه الكولكشن، وفي الأثناء سأكون بصدد شرحي وتقديمي بقية الأوبشنز المتاحة في المنصة. إذن سأقوم بالضغط على الشير بوتن، وطبعا في الشير هناك اثنين إمكانات، وهي إما وضع هذه يعني مشاركة هذه الكولكشن بطريقة إنه الحاصلين على الرابط يمكنهم فقط مشاهدة محتوى هذه المجموعة، والإمكانية الثانية invite to edit، يعني الناس أو المشاركين المتحصلين على الرابط أو الكود الخاص بهذه المجموعة يمكنهم القيام بالإضافات كما يحلو لهم. وطبعا هنا يمكن تغيير نوعية الكولكشن من public or private على حسب. كما ترون سأعود، كما ترون هنا الكولكشن إلى حد الآن هي private، يعني لو للناس الذين دخلوا التحقوا الآن بالبروفايل الخاص بي لن يتسنى لهم مشاهدة أو الدخول لهذه الكولكشن أو غيرها الذين أشرت لهم ب private. هناك collections آخرين سأبحث، هنا الكولكشن public، هذه الكولكشن المتاحة يمكن أن تدخلوا وتشاهدوا ما فيها وغيرها من الإمكانات، هذه public، هذه public، هذه private، لأنها تخص أعمال تلاميذي على سبيل المثال مثلا. إذن سأغير هذه الإمكانية أنه هذه الكولكشن أو المجموعة سأنشرها أو أرجيها يعني متاحة للجميع. هناك إمكانية ثالثة أنه فقط الناس المتحصلين على الرابط هم الذين يستطيعون مشاهدة ومشاركة هذه المجموعة، يعني ثلاثة إمكانات، إما private، إما unlisted يعني فقط بالرابط، أو public، أنا سأضعها public. okay. سأعود وسأقوم بنشر الرابط الآن، هي public الآن، ترون الكرة الأرضية
يعني هي إشارة إنه الكولكشن هي public. وسأختار invite to edit يعني أنا أريد contributors يعني مشاركين مساعدين لهذا لهذه الكولكشن إما بهذا الرابط وسأقوم بلصقه في الشات مباشرة أو باستعمال الكود وسأريكم مباشرة طريقة استعمال الكود. إذن سأقوم باللوج أوت. عندما أعود إلى الواجهة الأولى لويكلت كما ترون هناك إمكانية ثالثة خلافا عن الساين أب واللوج إن هي أنتر كود، يعني يمكن أن أستعمل ويكلت عن طريق كود من دون إنشاء أي حساب، وهذا طبعا من أكثر الإمكانيات المتاحة بالنسبة للتلاميذ لأنه كما قلت لكم إنشاء حساب هو مخصص للمربين. سأضع كود هنا وسيطلب مني الاسم، سأكتب اسمي كمشاركة في هذه الكولكشن ولست الآن كصاحبة هذه الكولكشن أو من قام بإنجازها، أنا مشاركة مثلي مثلكم في هذه المرحلة. ترون أني أستطيع الولوج بصفة مباشرة إلى هذه الكولكشن وما شاء الله هناك الكثير من الملتحقين مثلي ومثلكم بالعديد والعديد من البطاقات ما شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. سأعود إلى الأكاونت الخاص بي لأمضي قدما في شرح وتقديم الإمكانات الأخرى بالنسبة لويكلت. طبعا كما ترون هذه الكولكشن فيو كولكشن من الخارج لا تحتوي على صورة، يعني ليس لها أي دلالة، هي عبارة عن عنوان فقط. هذه يمكن هو أوبشن متاح بالنسبة لويكلت، يمكن تغييره باستعمال ديزاين أو باراميترز عن طريق هذه الإمكانية. يعني سأختار أولاً layout يعني طريقة نشر البطاقات. كما ترون البطاقات هي بطاقات منشورة بشكل كبير. أستاذة حليمة، أستاذة ميسة مرحباً، أستاذة سميرة، أستاذة أماني، أستاذة ياسمين مرحباً، يعني بمثابة ليست وبطاقات كبرى. أستطيع أن أختصر إذا كان عدد المشاركين كبير كما هو الحال اليوم، وأتمنى أن الجميع سيلتحق بهذه الكولكشن اليوم. سأختار هذه الإمكانية compact ليتسنى لي مشاهدة جميع البطاقات بأكثر سهولة، يعني ترون compact. طريقة أخرى في نشر البطاقات كما ترون كأنها مجلة جريدة أو كما ترون هما صور متجاورة أو مود بورد أو على شكل كولومز. وطبعا الكولومز هنا يجب تغيير الأوبشنز بالنسبة للكولوم، يعني هذم البطاقات سيكونوا في جدول مغاير وأقوم بإضافة العديد من الجداول على حسب أنه نفس المحور يمكن تقسيمه إلى أكثر من إمكانية. أنا طبعا من أكثر طرق تنزيل البطاقات هي هذه، أنا تعجبني كثيرا لأنها تضيف رونقا للصور والبطاقات والروابط المنزلة. إمكانية أخرى وهي موجودة في ديزاين كما قلت لكم هي الكفر إيمج، يمكن إضافة كفر إيمج إما باستعمال صورة من عبر الإنترنت أو صورة يمكن إنجازها عبر كانفا أو يمكن اختيار صورة من جيفي و أو from library، يعني هنا يمكن هناك الإمكانات المختلفة بالنسبة لهذه
الكفر ايمج يعني لهذه الصوره. شوز فروم لايبرري مثلا ساكتب هنا سيلبريشن. لا كونغراتس ميبي. على حسب يعني كما ترون هي مثلا على سبيل المثال. طبعا هذه الصورة يمكن أن نحتفظ بها كفول إيمج أو كهالف إيمج على حسب اختياراتنا. وهذه الصورة يمكن أيضا للمشاركين في الكولكشن تغييرها. إضافة إلى ذلك يمكن تغيير الإيمج باك جراوند إيمج باستعمال صورة من الحاسوب أو استعمال صورة من اللايبرري. وهنا طبعا يمكن اختيار أي صورة على حسب الذوق وحسب المحور وغيرها من الإمكانات. المشاركات في ازدياد ما شاء الله، شكرا لكم. سأعود إلى الواجهة الآن. كما ترون هناك 40 items، يعني ترون الصورة كيف تغيرت بالنسبة للكولكشن. لم تعد مجرد view collection فقط، هي الصورة التي قمت بوضعها. إمكانية أخرى بالنسبة لويكلت هي إنشاء spaces، يعني مساحات يمكن وضع فيها العديد من الكولكشنز. يعني يمكن مثلا أن بالنسبة لاختصاص معين، مادة معينة فيها مشاريع مختلفة، كل مشروع سيكون في كولكشن على حدة. على سبيل المثال هذه قائمة spaces التي قمت بإنجازها، هذهم كلهم spaces قمت بإنجازهم. مثلا هناك هذا space خاص ب تونس الخضراء. طبعا هنا قسمت هذا السبيس الى العديد من الكولكشنز على حسب المحاور، على حسب الولايات، كأنه تعريف بكل ولاية من ولايات التونسية. الشيء الإيجابي بالنسبة لإنجاز سبيس هو أنه يمكن إضافة ممبرز، يعني ناس من البلاد أو من خارج البلاد يمكنهم المشاركة وإضافة أي شيء يريدونه، عفوا يعني إضافة كولكشن جديدة، فكرة جديدة، صورة جديدة في محور من المحاور. وهذا هو الرابط، يمكنكم المشاركة حتى بعد حين إذا أردتم. الشيء الذي أردت أن أريكم إياه الآن هو السبيس الذي أطلقت عليه اسم celebration، والذي أحتفظ به بطاقات مختلفة لمناسبات مختلفة من السنة عموما. يعني ترون رأس السنة، المولد النبوي الشريف، عيد الأضحى، International Coffee Day، Happy World Teacher Day، Happy Mother's Day، Fête des Pères، يعني Happy Dad's Day، etc. أريد إضافة ما سأقوم بفعله الآن، أريد إضافة الكولكشن التي قمت بإنجازها أو بصناعتها الآن، إضافتها إلى هذه المساحة أو مساحة عفوا أو space. إذن ماذا سأفعل؟ هناك العديد من الملتحقين حسن، إذن سأعود إلى هذا المستوى. الآن عندي 46 مشاركة، 46 items. سأنقر على 3 نقاط وسأقوم بنقر على move collection، يعني سأحيل هذه الكولكشن إلى مكان آخر، وهو space الخاص بالمحور أو المجال الذي تندرج فيه هذه الكولكشن، وهو بالنسبة لي celebration.
يعني سأقوم بتحويله إلى سبيس الخاص بالمناسبات والتهاني السنوية في على اختلافها طبعا. سأذهب الآن إلى celebration وسأجد سنة هجرية مباركة للجميع هي موجودة هنا فعلا. إذن ماذا سأقوم سأقوم بفعله الآن هو مشاركة رابط خاص بالسبيس، وهذا سيتيح لكم المجال أنكم ستنزلون بطاقات في العديد من المناسبات المختلفة التي سأقوم بإضافتها أو ستقومون أنتم بإضافتها في هذا السبيس. سأنشر لكم رابط الخاص. الرابط رفض دخولي. هل استطعتم الدخول؟ refuse to join. لا أرى سببا لذلك. invite with link, invite by username or invite by code. يعني باستعمال الكود أو باستعمال اللينك هناك المجال مفتوح. أنتظر التحاقكم بهذا السبيس، ويمكن إضافة كولكشنز أخرى على حسب المناسبات السعيدة التي يمكن أن تعترضنا خلال السنة. سأختصر الآن لتقديم الإمكانات الأخرى. الآن يمكنكم كما ترون يعني مشاهدة الأكاونت سيتينجز، يعني الحساب وكل ما يخص الحساب من باسورد والميل وغيره. لوج أوت، سويتش أكاونت، كلها هذا النوتيفيكيشنز عند التحاق أي من المشاركين بأحد الكولكشنز أو أحد السبيسز التي قمت بإنجازها، والتي عموما تكون إما بمشاركة لينك أو كود أو تكون من الأساس public. من ثم هناك إمكانات أخرى، طبعا هذا الهوم، إنجاز أقسام مع، وهذه هذا الجزء الحقيقة يتطلب يعني حصة على حدة. سنتكفل بالقيام بحصة خاصة بـ student ambassador، Wakelet student ambassador، وهو تكوين خاص بهذا البرنامج، وهو برنامج رائع. هناك إمكانية أخرى وهي explore popular on Wakelet، يعني هناك Wakelet collections في Wakelet popular، يعني معروفين وكثيري المشاهدة عبر العالم، ويمكنكم الولوج إليها وأخذ فكرة عن طريقة الإنجاز وعن الإمكانات المتاحة وأيضا الاستدلال بها في بعض المشاريع الأخرى الخاصة بأي اختصاص تكون تعملون فيه أو بصدد إنجازه. خلافا لذلك يمكنكم البحث على أحد مستعلمي لي Wakelet، كما ترون كل الكولكشنز التي قامت بإنجازها الأستاذة سونيا السعيدي وتركها متاحة public يعني للعموم يمكنكم الالتحاق بها مباشرة عبر البحث في هنا في الجزء search. هكذا أظنني قمت بتقديم كل الأوبشنز المتاحة. فقط هناك bookmarks، كما ترون bookmarks عفوا، سأذهب إلى البروفايل. البوك ماركس هم الكولكشنز المهمة بالنسبة لي، وهم عموما بالنسبة لي الكولكشنز التي أقوم التي تكون Wakelet قد قامت ببعثها عن طريق الميل، أو التي اعترضتني في بعض الويبينارز، أو عن طريق البحث على المنصة أو غيرها
من المواضيع التي تكون تهمني بصفة مباشرة، وهذا طبعا اختيار خاص بكم بصفة شخصية. ويمكن في الأخير جمع ما بين العديد من الكولكشنز، جروب كولكشنز، يعني تفعيل مجموعات خاصة بالكولكشنز. سأعود إلى الكولكشن الخاصة باليوم لأرى ما هي الإضافات التي قمتم بإدراجها، وفي الأثناء مرحبا بأسئلتكم. أستاذة سونيا، إذا كانت هناك أسئلة في الشات مرحبا. هذا الشرح الكافي والوافي. وين التفاعل يا جماعة الخير؟ الشرح 48 items. وين الشرح؟ وين التفاعل يا جماعة؟ يعني عندي أستاذة علجية، الحلوة سدين، أستاذة ميسا، أستاذة نرمين، حليمة، أستاذة سلوى، أستاذة عواطف، أستاذة مرفت، أستاذة أماني، أستاذة هناء، أستاذة سامية، والآخرون أين أنتم؟ يمكنكم ببساطة إضافة كلمات للتعبير عن تهنئة أو مشاركة صورة بكل بساطة. المجال متاح للجميع لطرح الأسئلة. مرحبا بكم، وسأحيل الكلمة بعد حين لصديقتي وزميلتي والخبيرة والسفيرة على منصة ويكلت الأستاذة سلوى الزريبي لتقوم بشرح كيفية الانضمام إلى مجتمع ويكلت والحصول على شارة عضو في ويكلت كوميونيتي. هل من سؤال؟ أستاذة أنس، أستاذة أنس، قبل الأسئلة، نعم. قبل الأسئلة، هل لك أن تشاركينا فورمز الويكلت الخاص بك وكود الشهادة المنسوبة إلى ويكلت؟ حتى شكرا لتذكيري لأني كنت قد نسيت الأمر. كنت قد فعلا قد نسيت الأمر. شكرا. إذا هذه أولى شهادات ويكلت من السفيرة أنس، ومع كل مشترك في هذه، مع كل مدرب من مدربين هذه الورشة ستتحصلون على شهادة من ويكلت. يلا الكل، إذن الرجاء النقر على الرابط أو وضع الكيو آر كود، أو وضع الكيو آر كود حتى يتم حتى يلتحق الجميع، يستطيع الجميع أن يحمل الفورم. فعلا سأقوم بتجربة الأمر معكم بصفة مباشرة ليتسنى لكم فهم الطريقة التي ستقومون بتفعيل الكود والحصول على شهادة معتمدة بصفة مباشرة من منصة ويكلت، طبعا باستعمال الكود الخاص بكل من المدربين الذين شاركوا في هذه الحصة، ابتداء بشخصي وانتهاء بسيدة سونيا السعيدي في الأخير. إذن ويكلت سيشن سيرتيفيكيت، تنقرون على ستارت، تكتبون الاسم بالعربي أو بالإنجليزي، هذا يرجع لكم، يعود لكم الاسم الذي ترغبون أن يكون موجود على الشهادة، إن كنتم ترغبون على الاسم باللغة العربية، يمكنكم أو التغيير الاسم باللغة الإنجليزية. تكتبون الإيميل الذي تريدون أن تتحصلوا عليه على الشهادة، ومن ثم كتابة موجود على الشات، رابط الشهادة موجود على الشات. لو الفورمز موجود على الشات. أستاذة سونيا، لو تقفل الشات تخلي الرابط والكود وبعدين تفتح الشات، لأن المحادثات ما توقف. إغلاق الشات حتى يتم. شكرا أستاذ علي، هي فكرة ممتازة. إذن المراحل هي سهلة، أولاً تفعيل الرابط الذي سنقوم بنسخه مباشرة مجدداً على الشات، من ثم يعني نقر على ستارت وكتابة الاسم واللقب والميل، من ثم
كتابة الكود الخاص بي لتصلكم شهادة معتمدة من ويكلت بإمضاء المدرب الذي قام بتقديم هذه الحصة وهو طبعا محدثتكم أنس الذاكر. طبعا الكود يقولوا نسخ لصق نسخ لصق. تضعون هنا النجمات للتعبير على رأيكم، وإذا كانت هناك إضافة تريدون تعبير عنها بخصوص المدرب طبعا. وفي الأخير النقر على سبب المدربة ما شاء الله كان العرض شافي وافي، فياريت يكون كلمات تشجيعية حتى توصل إن شاء الله، وما شاء الله عليها ما قصرت الأستاذ أنس. شكرا أستاذ. التفاعل بالرياكشن، التفاعل بالرياكشن. لو تعيدي أستاذة سونيا إرسال الرابط والكود مرة أخرى التحكم أوكي. عندك عندها هي يعني. أيوة يطلب الكود، الكود هو موجود عندكم، هذا هو الكود ذهبي 25-6-17 حين يوصل الرابط ويوصل معاه الكود. رجاء التفعيل بصفة مباشرة، ويمكن هناك إمكانية كبيرة أن تصلكم الشهادة ونحن ما زلنا في الحصة، هناك إمكانية كبيرة. وطبعا إذا كان الأمر كذلك يسرنا أن ننشر الشهائد في الجروب الخاص بالمجموعة التونسية للتربية والتدريب الذي سننشر رابطه لاحقا إن شاء الله. طبعا نسعد بتفاعلكم، أي شهادة توصلكم ياريت عنا جروب للفيسبوك، ياريت نزلونا شهادتكم حتى نفرح معكم وتشاركونا. الرابط أستاذة سونيا نجم تعمل copy paste نجم. أوكي أوكي رجاءً. أعرضي لهم كيو آر أستاذة أنس. كيو آر أستاذة أنس لو تعرضي الكيو آر okay. في نفس الوقت بيكون الكيو آر والكود أستاذة سونيا. طبعا هذه أولى الشهادات بالنسبة لليوم، والخير جاي إن شاء الله. طبعا مع كل سفير، مع كل سفير ستحصلون على شهادة لهذا اليوم، مع كل سفير ستحصلون على شهادة. الكود موجود على الشات وسأقوم بإغلاقه حتى يتمكن الجميع من متابعة أو نعم حتى يكون الكود قريب من الجميع. روابط الفيسبوك موجودة في المحادثة وسنقوم بإعادة نشرها لاحقاً. روابط الفيسبوك والواتساب واليوتيوب والتليجرام. إذن هل الجميع تمكن من إذن في الأثناء لو إرسال سلوى؟ إذن سأمرر الكلمة للأستاذة سلوى. أستاذة سلوى أحيل لك الكلمة، هل تسمعيننا؟ نعم أسمعك. مرحبا، إذن سأترككم مع الخبيرة والسفيرة في منصة ويكلت الأستاذة سلوى زريبي لتفسر لكم في مرحلة موالية كيفية الانضمام لمجتمع ويكلت. شكرا على الانتباه، تفضلي أستاذة. شكرا جزيلا، أعطيكم الصحة.
شكرا أستاذة أنس لما تفضلت به من شرح مبسط وسهل وقريب معناتها مفهوم للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور معنا مع المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب. سأواصل التمشي وسأعقب على كلام مدربتنا. الآن بعدما قمت بتسجيل في منصة ويكلت وقمت بإنشاء مجموعات، كيف ستكون ستنضم إلى مجتمع ويكلت وستكون عضوا في هذه المنصة؟ هما ثلاث مراحل معناتها لابد من المرور بها لتتمكن من حصول على شارة السفير. ستكون أول حاجة ستنضم إلى ستسجل في منصة ويكلت، ثم ستنضم إلى مجتمع ويكلت، ستكون عضوا ثم قائدا ثم سفيرا. وسيتفضل كل من السيد علي والسيدة سونيا بشرح هذه المراحل الأخرى، المراحل يعني التسمية الأخرى، القائد والسفير إن شاء الله. كيف تصبح عضوا في مجتمع ويكل؟ حبيت نذكر نعقب على كلام سيدة أنس. سلوى هل شاركت الشاشة؟ لا سمحني، رجاء شارك الشاشة، شكرا. هل واضحة الشاشة؟ واضحة الشاشة؟ نعم واضحة. أوكي. قلت في البداية سأعقب على كلام سيدة أنس، وكما هو معروف بأن منصة ويكلت هي منصة مجانية للمعلمين والطلاب، وتتيح يعني للمعلم ولطلبته حفظ المحتوى وتنظيمه وتقديمه ومشاركته عبر الويب كما كانت توضح السيدة أنس. ويكلت تجعل مشاركة المحتوى ممتعة وجذابة، لا يوجد حدود على الإطلاق لعدد المجموعات أو العناصر التي يمكنك إضافتها، ولا حدود لعدد المتعاونين الذين يمكنك دعوتهم. هي منصة آمنة بمعنى أنها متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات، يعني حتى لو تحط فيها يعني صورك الشخصية أو الحفلات الخاصة بك ستكون آمنة ما لم تضع البيانات يعني للعموم، يعني هي ستكون خاصة، لا يمكن أي أحد أن يخترق هذه البقات. نرى كيف يمكنك الانضمام إلى مجتمع ويكلت. الخطوات الأساسية هي تسجيل حساب أولاً على المنصة من خلال الجوال أو الحاسوب، ثم التسجيل كعضو في منصة ويكلت من خلال رابط، سأعطيكم الرابط. يدخل العضو ويجيب على مجموعة من الأسئلة، فتصله رسالة تهنئة على الميل الخاص به الذي بعث من خلاله هذه وأجاب من خلالها على الأسئلة، وسيصبح بذلك عضوا مع تمكينه من هذه شارة العضوية. ثم عندما يصبح عضوا في مجتمع ويكلت سيتمتع بكل الامتيازات التي تقدمها هذه المنصة من تكوينات وشارات وغيرها، تصلكم عبر الميل، وهي أول خطوة تمكنك من الوصول إلى مرتبة قائد ثم سفير.
كل التكوينات وكل اللقاءات التي تقدمها ويكلت ستكون ستبعث بها عبر الميل الخاص بك، وستواكب أنت هذه اللقاءات المباشرة والتي ستكون كذلك على القناة الخاصة باليوتيوب. إذن كما قلت، وهي أول خطوة تمكنك من الوصول إلى مرتبة قائد ثم سفير كما ستتفضل بشرحها الأستاذ علي والسيدة سونيا. كما يمكنكم إنشاء يعني لقاءات والحصول على سواغ يعني تيشيرت مباشرة من ويكلت وبصفة مجانية. كذلك ستتمكن من التمرن على التدريبات وإمكانية الانتشار على المستوى الوطني والعربي والعالمي، وستنشر كل ما ستقوم به من لقاءات أو ستحضر في لقاءات مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر. هذه إشارات العضوية في مجتمع ويكلت، وكما قلت هنا ستنتقي أول شارة ستأخذها هي شارة العضو ثم القائد ثم السفير. سأضع على تشات الآن رابط كيفية الحصول على عضو، كيف ستتمكن من دخول عالم مايكروسوفت من خلال في البداية ستكتب الاسم ثم اللقب ثم ستكتب الإيميل الخاص بك ثم هذه لحظات رجاء. سأضع الرابط في الشات. وضعت لكم رابط على تشات. هذا ما كيفية الدخول إلى مجتمع ويكلت وكيف ستكون عضوا في هذا المجتمع، من خلال كتابة الاسم ثم اللقب ثم الإيميل الخاص بك التي ستتلقى من خلاله كل الإشعارات التي تقوم بها ويكلت كاللقاءات والإشارات والملصقات التي تحصل عليها من منصة ويكلت، ثم ستكتب البلد
الولاية التي تسكن فيها، ثم الوظيفة وظيفتك، ثم الهندل الخاص بويكلت، خاص بحسابك على ويكلت، سيكون دائما أسفل الاسم، ثم كذلك تويتر يوزر نيم، كذلك الاسم الذي موجود في تويتر، وستضع سبميت وستتلقى إشعارا من خلال على الإيميل بأنك أصبحت عضوا في مجتمع ويكلت. وتطلع ويكلت على كل المجموعات التي والكوليكسيون التي تقوم بها وتنشرها. هل واضح؟ الظاهر انه متابعينا مركزين على الاخر مع الاستاذة. واضح يا جماعة؟ شوية تفاعل. وين التفاعل؟ أستاذة سلوى تحب برشا القلوب رأي. أستاذة سلوى تحب برشا القلوب أكثر مني رأي. أكيد تحب القلوب برشا أكثر أكثر أكثر. جو جو جو. أكيد. شكرا. يعني معناتها خطوه، الخطوه هذه معناتها سهله وبسيطه. الحاجه اللي يعني الاصعب انك مش الاصعب هي، لكن الخطوه المهمه انك انت تسجل في منصه ويكلت. ثم الخطوه هذه تكون سهله انك انت بعد ما تعمل الكوليكسيون تاعك تنجم تدخل مباشره تنضم الى مجتمع ويكلت من خلال الرابط الذي وضعته على تشات، وتصبح إن شاء الله عضو ثم قائد ثم سفير كما ستفضل الأستاذ علي بتقديم الخطوات اللازمة لكي تكون قائدا. كما قلنا ستتحصلون على شهادة من موقع ويكلت، عندكم الكود QR، وسأضع لكم وإلا ستتفضل السيدة سونيا بوضع على الشات وضع الفورم الخاص بي، وستتحصلون على شهادة من موقع ويكلت. إذن يلا جماعة الخير، الحين وصلت الشهادة الثانية من مجتمع ويكلت. ما عليك إلا إنك تمسح الكود. يا ريت تعرضي الشاشة كاملة أستاذة سلوى. أوكي، يتسنى لهم مسح الكود عن طريق تليفون. طبعا هذا الفورم، طبعا يا ريت تحتفظوا بالفورم. ويكلت، هذا فورم ويكلت، هذا فورم ويكلت. نعم، سيلكم ان شاء الله شهادة ممضاة من ويكلت باسم المدربة الأستاذة سلوى الزريبي. إذن الكود أستاذة سلوى، أين الكود؟ سأرسل نضع الكود ثم الرجاء من الجميع الشات أن يتوقفوا عن الكتابة حتى يتمكن الجميع من استرداد هذا الكود، وهو موجود في آخر. سأقوم بغلق الشات. نعم، الكود هو موجود كما تمت مشاركته من الأستاذ علي على الساعة 19:52 توقيت تونس. إذن زريبي 60686. أستاذة سلوى لو ممكن كتابته على الباوربوينت حتى يتمكنوا من استرداده. نعم يلا. ما
موجود هو على الباوربوينت. تسجيل الحضور سيكون في آخر الورشة بعد أن أنهي حصتي، وتتمكنون من استرداد الكود لويكلت هذه الورشة، ثم نقوم بتنزيل رابط الحضور حتى تتحصلون على الشهادة رقم 5 بحول الله من المجموعة، يعني 4 شهادات من ويكلت وشهادة من مجموعتنا. وفي خير بعد، في خير، في خير بعد، في خير. أنا أعيدكم إنه في مزيد المفاجآت هي إن شاء الله، لأنه اللي يتفاعل معنا في المجموعة في الواتساب ولا في التليجرام ولا، أكيد نحن ما ننسى فضله وما ننسى وقته إن شاء الله. أكيد في عندكم أشارك معكم الشاشة. ما عليك أستاذ سلوى، موجود لحظة بس. أذكر الجميع رابط الحضور سنقوم بتنزيله بعد أن ننزل رابط أو كود الأستاذة سونيا، حتى تتحصلون على شهادة من ويكلت أيضا باسمي. يعني هذا الكود للأستاذة سلوى وهذا لكيو آر أعتقد موجود في الشاشة صح؟ أكيد موجود. يعني ما يصير تاخذون، ما يصير تتحصلون على شهادة الأستاذة أنس من ويكلت وشهادة الأستاذة سلوى من ويكلت وشهادة الأستاذ علي من ويكلت ولا تتحصلون على شهادتي. هل يعقل هذا؟ لا ما يصير، ما يصير، ما يصير صراحة. لازم لا يعقل، لا يعقل. لازم تأخذون يعني طولوا بالكم علينا شوي، طولوا بالكم علينا شوي. الشهادات موجودة بس الصبر فقط. إذن هذا كود الأستاذة سلوى وهذا الكيو آر، امسح الكيو آر يظهر لك فورم لويكلت. تكتب أول شيء اسمك الأول، بعدين القبيلة اللقب يعني، بعدها الإيميل، بعدها الكود اللي هو موجود في الشات، موجود في الدردشة. لازم تكتب الكلمة كاملة مع الرقم، الكلمة كاملة 3B 6 0 6 8 6. لازم تكتب كامل، وطبعا الشهادات توصلك على الإيميل، فتأكد إنك تكتب الإيميل بشكل صحيح. متى توصل شهادات ويكلت على الميل؟ متى توصل على هذا الميل. أهل مكة أهدر بشعابها، ويكلت هي اللي بترسل، يعني ما أقول لك أنا تو. أكيد. وبالتالي تأكد أنت من بياناتك، وإن شاء الله إن شاء الله ما يصير إلا الخير. طيب عبيت الفورم. أنا بدوري سأقوم بتعبئة فورم الأستاذة سلوى حتى أحصل على شهادة من الأستاذة من إذا عبيت الفورم أعطونا تفاعل شوية إيموجي. عبيت الفورم شوية إيموجي. وين التفاعل؟ ولا من مشغولين؟ مشغولين بالفورم، مشغولين مشغولين مشغولين. طيب بالفورم. طيب طيب اللي خلص يعطينا إيموجي. خلصت ما خلصتوا بعدكم. إذن هذا الكود للأستاذة سلوى. نتوكل على الله. أستاذ علي. نعم.
قبل كل شيء في 5 أعضاء أو 5 متابعين رافعين أيديهم. تمام. هل ممكن نجيب عن تساؤلهم؟ تمام. قبل افتحي المايك أستاذة. افتحي المايك. يلا الأستاذة. ننطلق بالأستاذة فاطمة ناصف. تفضلي أستاذة فاطمة. تستطيعين التدخل؟ السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمس أنس بس أنا كان عندي سؤالين. إزاي هي عملت السبيس؟ وأنا إزاي لو شاركت الكوليكشن بتاعي مع طلابي إزاي إنهم يخشوا يتفاعلوا معايا فيه يعني؟ بس ده سؤال. شكرا جزيلا. تمام بنجاوبك إن شاء الله. مرحبا مرحبا أستاذة أنس. فاطمة أي تسمعوني؟ تسمعوا فيا؟ نعم واضح الصوت يا أمس. طيب إذا سأقوم بسرعة بشرح الأمر. إذا كما ترون هذا السبيس الكوليكشن وصل 53 مشاركة ما شاء الله. سأعود إلى هوم. هذه الواجهة التي يعني في نجد فيها التي نجد فيها كل الأوبشنز المتاحة بالنسبة لويكلت كولكشنز بوكماركس ممبرز سبيسز وغيرها. سبيسز موجودين على اليسار عنا البلس باتن. يمكن أن نقرأ على البلس باتن وكرييت سبيس إضافة image للسبيس وعنوان للسبيس من ثم الضغط على create. يعني هذا كيفية إنشاء سبيس. وعند إنشاء سبيس وعندما نريد مشاركته مع أحدهم يمكننا إضافة member. هذا سبيس ليس سبيس خاص بي أنا كنت فيه كمشاركة. إذن سأعود للسبيس الذي اتخذناه كمثال. عفوا لم يستطع الآن أنه في السبيس فقط الزوم. ظننت أنني لست في الكوليكشن في السبيس المناسب. إذا عند وجودي في السبيس الذي قمت بإنشائه طبعا هناك رابط الخاص بالكوليكشن بالسبيس هو هذا هو الرابط. هذا بالنسبة لإمكانية نشره دون مشاركة. يعني عبارة على أنه مثلا سأنشر معلومات أو مراجع أريد إطلاعها على تلاميذي أو طلبتي مثلا. إذا أردت أن يكونوا مشاركين في هذه المساحات أضغط على members والضغط على invite members. والضغط على invite members يتيح لي لينك للمشاركة في هذا السبيس. يمكن بعث هذا اللينك عن طريق الميل أو pending invitation أو يمكن مشاركة عن طريق كود ننسخ كود ويمكن الدخول عن طريق الانتر كود. كنت قد وضحت ذلك منذ قليل. أتمنى أستاذة فاطمة أنني أجبت على السؤال. بعد إذنك بس أيقونة الممبر دي اتعملت إزاي؟ حضرتك بتعمليها لأن أنا مش موجودة عندي على الصفحة عندي بتاعتي. ممبرز هي موجودة في سبيس مش في الكوليكشن. يعني بعد ما أنشأ السبيس أبدأ أضيف بقى الناس عادي. أيوه صح. نعم. كده؟ تمام. يعني هنا new space يعني فارغ ما في شيء. Members ما في إلا member واحد هو الأونر. أضغط على invite members لإضافة members يعني آخرين. واضح؟ واضح واضح تمام شكرا يا مصطفى. مرحبا. تفضل أستاذ علي الكلمة والمصدح لك. الأستاذة هنا سليمان بخيت لك الكلمة.
الشات مغلق أستاذة سونيا، الشات نعم مغلق. مغلق الشات. نعم مغلق الشات. سأقوم بتفعيله الآن. يلا أستاذ هناء. السلام عليكم مقدم، تحية مصرية لحضراتكم جميعا، ربنا يوفقكم يا رب ويجزاكم شكرا. تسلمي لحضرتك يا رب. لو سمحتي أول حاجة بس، والزملاء اتفضلوا قالوها لك أول المداخلة، إن الشات عندي بيقول لي تم تقليد الردود، فمعرفش حضراتكم قافلين الشات ليه. تاني حاجة معلش بستأذن حضراتكم في روابط الثلاثة الأولين، لأن أنا كان عندي مشكلة في الشات وحاولت أدخل كذا إيميل فضاعت عليا إن أنا أسجل في الثلاثة روابط الأولين. طيب بعدين بننزل كل هي الفورم واحد والكودات بننزلهم مع بعض إن شاء الله في آخر الحصة إن شاء الله. أنا سجلت كليدر، أنا سجلت كليدر يا مستر علي وتمام، وخدت شهادة كليدر، فهل روابط قبل كده دي تخص الليدر أو حاجة زي كده أو أقل منها؟ يعني هو الروابط يعني أنت حضرت ورشات تدريبية، وكل ورشة تدريبية يعني بتحصل فيها على شهادة من ويكلت، وكل شهادة معتمدة من ويكلت عندها إضافة للليدر وعندها إضافة للسفير، ويتأخذ بعين الاعتبار ان انت مشارك في مجتمع ويكلت، فلازم تكون حريص انك تتابع في كل شيء. نعم استاذ علي. نعم واكيد لكل شهاده عنوان، يعني كل مدرب من مدربينا وضع عنوان لحصه للورشه اللي قام بها، يعني اكيد مش تكون الشهادات مختلفه ما لهاش نفس العنوان، يعني ممكن تكون شهاده بعنوان ويكلت education والشهاده الاخرى how to become ويكلت امباسادور، والشهاده الاخرى يكون بعنوان يعني عناوين مختلفه مش نفس الشهاده يعني. تمام حضرتك، ممكن بس الرابط بتاع السفير كتير الوكلة ان شاء الله يعني في اخر الحصه مع الاستاذ اخر ان شاء الله بحصل على، لانه اخر ورشه هي ورشه السفير. نعم في حصتنا هذه نحن بتدرج، اللي ما عنده حساب في ويكلت الاستاذ انس يفتح حساب. ايوه علمته كيف يفتح حساب ويبدا في انشاء اول كوليكشن، انشاء كوليكشن على فكره يا مستر علي امور. نعم انا لو حضرتك تفتكرني انا فتحت خروف العيد، انا اللي كتبت خروف العيد قبل كده وما حدش استفدني باي حاجه. شرفنا من المتابعين الاوفياء. الخروف يا استاذ. الخروف يا استاذ. يعني انا عيدتني مرة ثانية اوعدكم بالخروف. يعني حنشر المجتمع كله. خلاص. الخروف لازم نعيدني ريبورت عشان نوزع الخروف. اكيد. طبعا بقول الخروف على البيت يا اما كل محاضره زي كده هقعد يعني اقول انت ضحكتوا عليا وما ادوكيش الخروف بتاعي. لا معاذ الله الخروف لازم منه. تحيه مصريه جميله ليكم وكل سنه حضراتكم طيبين. شكرا يا استاذ هنا. شكرا شكرا طيب. جزيلا وصلنا الى الليدر، وصلنا الى القائد في ويكلت، عملنا بدينا فتحنا حساب في ويكلت، عرفنا انه لما تفتح حساب يعني انت لست منضم الى مجتمع ويكلت، لكن لما تعبي الفورم اللي عرضته الاستاذة سلوى تقدر بعدها انك تكون في الكوميونتي، انك تكون في مجتمع ويكلت. هذه الخطوة الاولى في ويكلت، انك تكون عضو في مجتمع ويكلت، تبدأ شغلك وتقدم الى بعدها الى الليدر. طيب ليش نقدم للليدر؟ ايش يعطينا الليدر؟ يعطينا ان انت تقدم presentation support swag badge guidance وtraining. طيب ايش يعني ذا الكلام؟ طيب هذا الليدر هذا هو بيساهم في نشر السحر ويكلت. ايش يعني سحر ويكلت؟ يعني ويكلت تعتمدها في شرحك لدروسك، اي وثيقه بامكانك انك تخزنها
في وورد ولا في بي دي اف، لا بامكانك انك تخزنها في ويكلت وتعطي صيغه تفاعليه، بامكانك مشاركتها مع زملائك وفي مع طلابك حتى يستخدموها ويثريوا الكوليكشن اللي انت صنعته واللي يدعم التعليم بشكل كبير. ايضا بامكانك انك تشاركه في وسائل التواصل الاجتماعي. فويكلت عبارة عن منصة مجانية مثل ما قالت الأستاذة سلوى، بإمكانك تشاركها مع الجميع. أيضا هي بالنسبة للقائد يعطيك إمكانية أنك تقدم دورات وتعطي فيها هدايا وتعطي فيها شهادات مثل اللي يعطوها القائد الحين واللي وصلتكم سواء من القائد أو من السفير عن طريق طلب سواج. ايش يعني سواج؟ هو طلب تكريم للحاضرين مثلا، او تكريم لذاتك انت، او تكريم للقائد في حد ذاته. فهنا بعرض عليكم الفورم اللي تطلب منه من الويكلت تمكينك مثلا من شارات من شهادات اللي تقدمها سواء للحاضرين أو لنفسك. فلما تضغط مثلا هنا على يس تفتح لك هذه. طبعا أنا بشارك معكم إن شاء الله هذه الاستمارة. بإمكانك تطلب إلى نفسك. طبعا هم ويكلت أكثر شيء موجود عندهم التيشيرتات اللي يرسلوها، بعدين يوصلك إيميل عشان تحدد فيه المقاس اللي تقدر، وطبعا تعبي هذه البيانات كاملة عشان تطلب اللي توفره ويكلت، سواء شهادات للحضور مثل ما سلمناكم، وتستلم إن شاء الله لما تعبيه الاستمارات. وهذه الاستمارة بخليها إن شاء الله في الشات حتى لقائد إنه يستغل هذه الإمكانية ويطلب من ويكلت ويقدم. طبعا هذه اللي طرب شهادات للحاضرين في المحاضرات، وإلا طلب شخصي يعني ممكن تطلب تيشيرت أو بادج. هذه الإمكانيات اللي موجودة في ويكلت. طيب هذه إمكانيات اللي تعطيها ويكلت للليدر، وخلافه عندها موجودة هنا طبعا تعطيك إضافة إلى هذا presentation. أنت بتقدم عرض فتعطيك كل الإمكانيات المتاحة الريسورس اللي بإمكانك أنت تقدم به، فتدعمك من خلال الكودات، من خلال حتى على سبيل المثال هنا لو تلاحظوا معي لحظة اللي لا ما البادج باغي اسمه الإيكونات، ما مشكلة. طيب كيف تصير قائد؟ لازم تعبي هذه الاستمارة. طبعا مختلفة عن الكوميونيتي في شيء واحد، انه هنا لازم تجاوب على هذه الأسئلة، فيها سؤالين ورابط. طبعا خلينا نستعرضها مع بعض. طبعا هنا تكتب اسمك الأول والقبيلة، هنا بتكتب الإيميل، هنا إذا عندك إيميل ثاني تكتبه هنا، هنا بتكتب الكوانتري من وين، من أي بلد. بإمكانك تعطي هنا التفاصيل مثلا على العنوان وما شابه، هنا الوظيفة، وهنا الويكلت هندل. ايش يعني هذا؟ لما تروح انت لحسابك هنا
بتحصل هذا، هذا هو المطلوب في هذه الخانة. طبعا هذه نفس الاستمارة اللي موجودة في الكوميونيتي، نفس الموجودة في الـ في الامباسادور السفير، لازم تكتب هذا هنا. إضافة هنا طبعا هذه ما مطلوبة، لكن بإمكانك أن تخليها. طبعا كل المنصات سواء مايكروسوفت أو غير مايكروسوفت يتابعوا كثير تويتر، فأنصحكم إنكم كل شيء، أي شهادة، أي دورة حضرتها وحصلت شهادة موجود عندك تويتر، عق هناك وفالك. طيب طيب نمر إلى السؤال المقالي الحين، خلينا نترجمه عشان تكون الأمور واضحة. لماذا ترغب في أن تكون قائد مجتمع؟ هذا السؤال الأول، وهو تعبير لماذا ترغب في أن تكون قائد، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهذا هو السؤال الثاني، داخل المجتمع ويكلت كيف تخطط للمشاركة؟ يعني إذا أنت وصلت إلى أنهم اعتمدوك قائد، كيف ممكن أنك تفيد الويكلت؟ كيف ممكن تنشر ويكلت؟ كيف ممكن أنك تدعم مجتمع ويكلت؟ هذا السؤال الثاني. طبعا تعبير بسيط، ما تكثروا على أنفسكم. وآخر شيء هنا يطلب منك إيش؟ يطلب منك تمكينه من كولكشن عملتها وتكون محببة إليك، شارك مجموعة قمت بإنشائها وأنت فخور بها. يعني قبل كانت يعطوا تمبليت، يعني قالب جاهز أنت اللي تعبيه، الحين تغير وطلب منك إيش؟ أي مجموعة، أي كولكشن أنت فخور بها بإمكانك تخلي رابطها هنا، ولازم تكون enlisted. طيب إيش يعني هذا الكلام؟ هنا مثلاً هذا الـ هذا الكوليكشن مثلاً بتروح إلى مشاركة هنا، بتضغط على شير وتحطها enlisted، يعطيك كذا الرابط وهو اللي تخليه في هذه الاستمارة. بتخلي هنا الرابط وتتأكد من الرابط وبعدين سبميت وفعلكم الخير إن شاء الله. وهذا رابط الحصول على الليدر، وإن شاء الله كلكم تحصلوا على الليدر في هذا اليوم إن شاء الله. اللي يكون عضو يكون الحصة الجاية، أبشركم يعني في تاريخ 19 إن شاء الله لازم تحضروا معنا. فاللي كان عضو تاريخ 19 إن شاء الله يقدم للليدر، يصبح وإن شاء الله القائد. أيوة القائد يوم 19 إن شاء الله بيقدم لسفير، فانتظرونا إن شاء الله تاريخ 19 من هذا الشهر بيكون لكم إن شاء الله حصة أخرى حتى تتمكنوا. إحنا ما نخليكم اللي تكونوا كلكم سفراء إن شاء الله. طيب قلت لكم مفاجآت، أعطيكم أنا الحين الكود الخاص بي، الكود الخاص بهذا. ولا قبل خليكم يعني الكود. رجاء أن نسخ في النسخ في الشات. لا قبل أنا أريد أعرض المتفاعلين معنا. طبعا المتفاعلين شاركنا لكم فورم وطلبنا منكم انكم تعطونا رايكم في الحصص، هل تكون الساعه 6 الساعه 7 7 8. فما شاء الله 52 كانوا متفاعلين معنا وجهزنا لهم ان شاء الله ال 52 هذول المتفاعلين معنا بكل باسمه ولقبه، فبارك الله فيهم وشهاداتكم ان شاء الله موجوده. فبارك الله في من تفاعل معنا واقتطع
جزء من وقته حتى يعبينا الاستمارة اللي كانت مطلوبة. وهذه الشهادات موجودة إن شاء الله، بتحصلوها إن شاء الله في الواتساب، بننزلها إن شاء الله، وفي الفيسبوك، وبعد في التليجرام. فأرجو من الجميع متابعتنا والمشاركة معنا والتفاعل، وفايلكم طيب إن شاء الله. فما ننسى حد يتفاعل معنا. إذا هذا الكود مفاجأة مفاجأة رائعة أستاذ علي، يعطيك ألف صحة. يعني هذه عندك لمسات، عندك لمساتك الخاصة، تبارك الله عليك، ما شاء الله عليك. نحن أريد الإشارة إنه هو حرص، هو حرص شخصي من الأستاذ علي الحقيقة يعني. برافو. يتفاعلوا ويعطونا من وقتهم، وإن شاء الله الله يجازيهم خير. أول شيء فهو أمر بسيط. طبعا هذا الكود، الكود في الشات أستاذ علي لو سمحت. نعم نعم. شير يور سكرين بليز. أستاذ علي شير الباوربوينت الخاص بك. الباوربوينت وعطينا الكوبي بيست. يعني على نفس الفورم ندخل هذا الكود، نفس الفورم الذي قمنا بملئه مع الأستاذة سلوى والأستاذة أنس قبلها، نقوم الآن بإعادة ملئه بكود الأستاذ علي. سيتم نشر فورم الحضور، سيتم نشر فورم الحضور نهاية ورشة الخبير. يعني خلي طولوا بالكم معنا شوي. الشاشة واضحة؟ نعم الشاشة واضحة. 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 يا علي خليها شوي حتى يتمكنوا من التسجيل. تمام. تمام. الشاشة عندكم والكود أعتقد واضح. تمت مشاركته أكثر من مرة أستاذ علي. نعم. هو أمر بسيط. سيلمي 26888. حتى الكودات سهلة يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. رابط التسجيل فالك طيب. فالك طيب أستاذ فهد. الرابط عندك أستاذة سونيا. رابط التسجيل سيكون آخر الورشة أستاذ علي. لا الرابط، رابط ويكلت، تسجيل في ويكلت. رابط ويكلت. نعم. لحظة. ويكلت. بإمكانكم مسح بالكيو آر، يعني اللي عنده تليفون على طول يعني. شكرا للي نزل الرابط. موجود. موجود. موجود على الشات. رابط ويكلت موجود على الشات. سأقوم بتعطيل الشات حتى يتمكن الجميع من تعبئة الفورم. شكرا الأستاذة نفيسة على مشاركة الفورم. الكود موجود عندكم.
طيب إذا خلصتوا أعطونا إيموجي على الأقل، خلينا نشوف وين نحن. حلو حلو حلو، أيوه أيوه كذا كذا تفاعل، شوية تفاعل قليل يا أخي، مهمكين في الاستمارة، مركزين في ملء الفورم. طبعا اللي عنده تليفون بس يعمل مسح للكيو آر، والكود موجود عندكم، موجود في الشات آخر شيء في الدردشة. مستر علي ممكن سؤال بعد إذنك؟ تفضل. بالنسبة للفورم اللي حضرتك يعني اديته لنا دلوقتي، لازم اخده وانا في الليدر ولا في المنبر ولا في اي وقت يعني دي، ولا ايه؟ يعني لو انا مدرب عايز اعمل سيشن وادي فورم زي اللي حضرتك اديته ده، في انهي مرحلة اقدر اطلب منهم عن طريق اللينك بتاع الفورم والكود ده، هما اللي بيبعتوه ولا حضرتك اللي بتعمله؟ بس ده سؤال. طيب يعني انت قصدك طلب السواق؟ لا طلب الفورم اللي حضرتك بتعملوه ده، انت حضرتك أيوة. قلت على لينك الفورم ده هل. ايوه الويتلت ويتلت سيشن فورم استاذ علي، هي أيوة. تقصد كيف وقع تنظيم الحصول على شهاده ويتلت معتمد من ويتلت يعني؟ بالضبط، هذه تطلبيها من تكوني ليدر يعني، ولا بامكانهم الحين اعتقد فتحوا للكل، ف اللي حتى الممبر حتى العضو اعتقد ده بامكانه انه ياخذ كود ويطلب من ويكلت، وهم ما شاء الله ما يتاخروا عن حد، فحتى اعتقد حتى الاعضاء بامكانهم انهم يطلبوا سواق ويطلبوا اي شيء من ويكلت، فكله لخدمه مجتمع ويكلت. أتمنى أني كنت أجبت على السؤال. يعني في أنا قصدي يا مستر، أنا البارح اتقدمت للليدر تمام، بس لسه بقى يعني أنا مش عارفة هما يدوهاني إمتى، بس هما لسه ما ردوش عليا. هما قالوا لي هما اللي هما جالي البحث في الاستمارة، وإن الحاجات بتاعتك تمام وناجحة، ده اللي قالوا لي امبارح رساله لما قدمت على الليدر. انا قصدي بقى دلوقتي انا واخده شريط الممبر بس، ما خدتش لسه الليدر غير لما يرد رستا زي ما قلت حضرتك عليا. ممكن اطلب بقى فين في الجزئيه في الفورم؟ اطلب بقى لو انا مدربه وعايزه اخد مثلا فورم زي اللي حضرتك نزلته دوت، اطلبها فين في حته الفورم؟ معلش انت عاوزه تطلبي كود يعني؟ تطلبي كود تدريب نفس اللي نفس الشيء، هو هذا هو ذا الفورم ما في غيره، بس تطلبي هنا. شوف هنا في شيء موجود، بتعطي اول شيء اسم السكشن، يعني انت الورشه التدريبيه هنا بتكتبي هنا اسم الورشه التدريبيه، هنا اسم الورشه التدريبيه بتخلي هنا اثنين، بتخلي هنا عدد الحضور كم واحد، يعني تقريبي كم واحد بيحضر معك هنا، هل الحضور بيكون يعني حضور شخصي ولا عن بعد ولا عن بعد وشخصي، يعني تقريبا كل الحضور عن بعد، نحدد هذه الخانة بعدين بنختار. انت بتطلب شيء من ويكلت يعني تحتاج شيء، بتقول له يس، بعدين بتختار هذه العلامة، ما هذه العلامة بتختار، بإمكانك حتى تختارهم كلهم، يعني إمكانية اختيار كامل. فأنت باغي الكود يعطوه مثل ما أعطيناكم نحن للحاضرين، ف to hand out to attending يعني تسلمه للحضور، اللي هي الكودات اللي نحن نعرضها عليكم، وهنا بتعطيه شوية ملاحظات. طبعا هذه إذا طلبت شيء شخصي، مثلا هل طلبت مثلا تي شورت، بتخلي العنوان لأنه هو أصلاً ما مطلوب، فبيأخذوا فيه إذا كان يعني شيء شخصي فأنت طلبته، عشان يوصلك للعنوان بتعبي هذه البيانات وتخلي فيها عنوانك بالتفصيل
وتخلي رقم تليفونك حتى يوصلك اللي طلبته إن شاء الله. ودائما أذكركم يعني سواء في مايكروسوفت أو في ويكلت أو في أي منصة، دائما مع العنوان اكتب في الآخر call me وتخلي تليفونك، سواء بالرقم الدوري يعني call me please وخلي رقم تليفونك دائما مع العنوان. فهذه نصيحة يعني حتى توصلكم الأشياء كلها. الكلمة الحين إلى سفيرة والخبيرة الأستاذة سونيا، فلتتفضل. مشكورة. قبل التحاقي بالعرض سنفتح المجال، نفتح المجال إلى بعض التساؤلات. أستاذ حمدي على أستاذ علي في مجموعة من الحضور رافعين أيديهم، سنأخذ الأربعة الأوائل والبقية يمكنهم أن ينتظرون قليلا. ننطلق مع أول متابع. لك الكلمة أستاذي أو أستاذتي. هذا من سلطنة عمان M16. نعم. هذا الرقم الوظيفي 16-75-29. نعم، يستطيع أن يتدخل أستاذ كريم، أو إذا تمت الإجابة عن تساؤلاته يا ريت اللي ما عنده تساؤل، يا اللي ما عنده تساؤل يا ريت يلغي رفع اليد عشان نواصل الشرح. الأستاذ معنا والأستاذة ما معنا؟ إذن بلغي. أقترح رجاء أقترح إرجاء الأسئلة إلى الأخير لأنه في ناس تستنى في انتهاء الحصة. تمام. أظن أنه نواصله في الأخير نستقبل كل الأسئلة. تمام. شكرا. تمام. تفضلي أستاذة. تفضلي أستاذة. شكرا أستاذ علي. أستاذة سونيا قبل البدء رجاء أرجعي الشات، أفتح الشات. الشات أوكي. نعم الشات مفعل. متى توصل الشهادات؟ إذا سأقوم بمشاركة شاشتي. إذا لتصبح الشاشة مشاركة أم لا؟ هي في نعم هي مشاركة الآن. تفضلي. نعم. تفضلي. قبل أن نقوم بشرح السفير أو ما شابه، لتصبح سفير وخبير يجب أن تكون متمكن من التقنية ومن التكنولوجيا. منذ حين رأيت سؤال تساؤل على المحادثة يستفسر هل يمكننا بالهاتف متابعة الكوليكشن ومتابعة ويكلت. إذن سأقوم مشاركة شاشة هاتفي على الحاسوب حتى نتمكن من رؤية ما إذا كنا نستطيع فعل ما كنا نفعله على اللابتوب أم لا. إذن سأدخل على ويكلت من خلال هاتفي. هل الشاشة واضحة أم لا؟ الشاشة واضحة أم لا؟ واضحة. نعم. إذن بعد أن يتم تحميل تطبيق ويكلت على الحاسوب من خلال على الهاتف من خلال كما نعرف كلنا من خلال متجر الأب ستور أو البلاي ستور، نفتح هذه الأبليكيشن كما ترون هنا. أقوم بتفعيل شاشة هاتفي. إذن أنا أنتظر، كنت على الميل أنتظر شهادة ويكلت كما ينتظر الجميع.
كنت على الميل أنتظر شهادة ويكلت، عساها تصلني قبل الجنة قبل الكل. ما شاء الله وصلت الشهادات فيه. لا ليس بعد. إذن هذه هذا حساب ويكلت على جوالي كما ترون هنا. سأدخل على بروفايلي، هذا بروفايلي على ويكلت كما ترون جميعكم، هذه المجموعات التي قمت بإنشائها على هذه التطبيقة. وأستطيع أيضا إنشاء مجموعات وأنا أيضا على الهاتف دون أن أدخل إلى اللابتوب. بمجرد أن أنقر على هذه العلامة حتى أتمكن من إنشاء collection جديدة، create collection أو join collection أو الالتحاق ب collection جديدة. إذن سأقوم بإنشاء مجموعة جديدة أو collection a new collection create a new collection، وأختار منها ما كيفية عرض هذه الكوليكشن، إن كانت ميديا فيو أو كومباكت فيو أو جريد فيو أو مود بورد أو كولم فيو. على فكرة هذه الطريقة، طريقة العرض هي سؤال موجود في شارة المعلم المعتمد لدى ويكلت، سنراه في حصص لاحقة. إذن سأقوم بإنشاء مجموعة على الطائر كما يقال على الهاتف. مثلا سأختار من هذه طرق العرض Grade View، سأقوم باختيار Layout، سأقوم بتعديل لذلك عن طريق النقر هنا، إضافة الاسم سأسميها ورشة ويكلت، ورشة ويكلت فقط. ثم سأقوم بإضافة description، سأقول تاريخ الورشة، اليوم هو الأول من أغسطس كما يقول أهل الشرق، أما نحن في تونس نقول الأول من شهر أوت. تاريخ مميزة. نعم أكيد جدا مميز لشخص مميز بالفعل. إذن الأول من أغسطس، وهذه الورشة تحت إشراف المجموعة التونسية. للتكنولوجيا والتربية والتدريب. إذن هذا يكفي للوصف. سأجعل هذه الفيزيبيليتي يعني private or public. سأقوم بإنشاء مجموعة عامة grade layout grade view. سأقوم بإدراج صورة add cover image من خلال الimage الصور. إذن سأختار لهذه الورشة هذه الصورة كما ترون. بسلاسة نقوم بالتعامل مع هذه التطبيق على الهاتف. مجموعة من النوتيفيكيشن تصلكم مباشرة من هاتفي. انتظار أن يقوم التطبيق بتسجيل ما قمت بإعداده أو تحديثه.
إذن ورشة مجموعتنا أصبحت جاهزة، ويمكنني إضافة العناصر. سأضيف صورة في هذه الورشة، سأضيف صورة فوتو. أذهب مجددا إلى الجاليري وأضيف هذه الصورة، وهي كود الأستاذة أنس. An error has occurred. وذلك بسبب الانترنت. كما ترون هنا أستطيع إضافة صورة أو نوت أو my item. أستطيع إضافة أي صفحة ويب موجودة لدي كما ترون هنا. أيضا أستطيع الرسم مباشرة من الهاتف. سأقوم برسم زهرة مثلا. وأقوم باختيار الإضاءة لهذه الزهرة لهذا الرسم opacity. أختار أيضا الخط سايز، وأقوم بتلوين هذه الزهرة بلون مثلا. سأختار من الألوان. كان من المفترض أن أقوم برسم الزهرة بلون أخضر أو أقوم بفسخ ما قمت بفعله. أختار هذا اللون، أو أستطيع اختيار ألوان أخرى. لا، فقط هذا اللون. أيضا أستطيع تعديل الألوان كما ترون هنا. عندما أضغط على هذه النقطة أستطيع تغيير الألوان حسب ما يحلو لي. إذا ستكون زهرة وردية اللون. أعود إلى هذه، أقوم بالتلوين، أختار أقل، ثم أقوم بالتلوين هذه الزهرة على الأوراق شبه خضراء. أقوم بتلوينها ثم ألون بتلاتها. سأغير اللون. يعني قد تكون هذه التطبيقة متاحة حتى للأطفال في فصولنا الدراسية، فالأطفال بارعين في هذه المهارات، مهارات الرسم والتلوين أكثر من المعلمين. ثم أقوم بتسجيلها عند النقر على سيف. والحمد لله تم تسجيل هذه الزهرة. أستطيع أيضا إضافة ما يمكنني إضافته من روابط خاصة على تويتر. هنا يقول لي sign in to your Twitter account to search and add tweets. يعني أستطيع النقر هنا والالتحاق بحسابي على تويتر، حتى أستطيع إضافة أي تغريدة من التغريدات التي قمت بنشرها على التويتر كما ترون هنا. إذن هذا ما يمكننا فعله بالهاتف. أيضا أستطيع نشر مجموعتي أو إضافتها إلى Move Collection، إضافتها إلى
سبيس أو فضاء عام copy collection أستطيع نسخها أو نشرها organize يعني ستأخذني مباشرة إلى layout حتى أستطيع اختيار ما يمكن إعداده reorder يعني error has cured يعني هذا ما يمكنني أن أفعله بتطبيقة الهاتف الجوال. يمكنني أيضا نشر هذه الكوليكشن سأقوم بمشاركتها معكم فهي متاحة للجميع public حتى تستطيعون تحميل ما تجود به قريحتكم من هذه الورشة. إذن أنسخوا الرابط هنا copy وأشاركه معكم. سأقوم بمشاركته على نعم سأقوم بمشاركته. إذن أنسخ من الهاتف وأشارك على الحاسوب. هذه الكوليكشن ورشة ويكلت التي قمت بإحداثها مباشرة على جوالي. إذن نعود الآن. ما شاء الله الشهادات بدأت تصل ما شاء الله. إذن نعود إلى الخبير الآن وما يمكننا أن نقوم بالتحدث عنه في مسألة الخبير. إذن الخبير قبل كل شيء يجب أن يكون قائد حتى يتمكن من الالتحاق أو تعمير الويكلت امباسادور ابليكيشن كما ترون هنا الويكلت امباسادور ليست هذه. سأقوم بالبحث عنها في حسابي على الويكلت. أستاذة سونيا سأضعها في الشات. نعم إذا أردتي امباسادور ابليكيشن. نعم نعم لك أن تفعلي ذلك حتى تفضلي. تسهلي علي الأمر. تفضلي. شكرا أستاذة أنس. الويكلت أمباسادور هذه كما ترون هنا هذه فورمز الأمباسادور. وعندما ترغب أن تكون أمباسادور أو سفير لهذه المنصة يجب أن تكون أولا قائد في هذا المجتمع. To play you must be a Wiklet community leader. سأقوم بترجمتها بما أنها على الإيدج سأقوم بترجمتها إلى اللغة العربية. إذن للتقديم يجب أن تكون قائد مجتمع ويكلت وأن تستخدم ويكلت بانتظام. يعني هذه من شروط التقديم إلى السفير. يجب أن تكون قائد مجتمع ويكلت وأن تستخدم ويكلت بانتظام. للتقديم يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 10 مجموعات. يمكن أن تكون خاصة أو غير مدرجة أو عامة. يعني هذه المجموعات 10 يمكن أن تكون خاصة يعني غير متاحة ليست public غير متاحة للعموم أو تكون حسب قائمة أو تكون عامة أو لديك مئة إشارة مرجعية محفوظة أو لديك مئة إشارة مرجعية محفوظة. ما المقصود بهذه المئة إشارة مرجعية المحفوظة؟ المقصود بها البوكماركس. هذه هي الإشارات المرجعية المحفوظة. يعني يجب أن يكون لديك في هذا الفضاء البوكماركس ما لا يقل عن 100 عنوان حتى تكون سفير. إن لم يكن لديك 10 من الكوليكشن يجب أن يكون لديك 100 إشارة مرجعية. يعني في البوكماركس يكون لديك 100.
إشارة مرجعية محفوظة، وأيضا أظهر لنا ما لديك، ما عليك سوى نسخ قالب المجموعة. إذن بالنسبة للسفير يجب أن تقوم بهذا القالب، أو لنبقى هنا ثم ننسخ هذا الرابط ونضعه collection weeklet يعني قالب السفير، سأقوم بنسخه ثم وضعه في هذا المجال حتى نعود مجددا إلى الابليكيشن لنتم تعميرها. إذن هذه هي collection السفير weeklet ambassador application، هذه هي collection السفير، يعني we invite you to create a weeklet collection، سأقوم بتعريب ذلك. ندعوك لإنشاء مجموعة ويكلت حول سبب كونك سفير رائع لويكلت، لا تتردد في نسخ هذه المجموعة، ثلاث نقاط ونسخ، إذن ثلاث نقاط ونسخ المجموعة، يعني ننقر على هذه الثلاث نقاط ثم ننسخ المجموعة ونقوم باستخدامها كقالب، واستخدامها كقالب أو الأفضل من ذلك كن مبدعا وأنشئ مجموعاتك الخاصة من الصفر. إذا ما المطلوب منا في هذه المجموعة؟ ما المطلوب منا في هذه؟ كيف يوجد أن أكون، كيف يجب أن أكون قائد مجموعة ويكلت؟ يرجى إعلامنا بما استمتعت به حول كونك قائد لمجموعة ويكلت أو لقائد للمجتمع، وكيف استجاب مجتمعك للتعرف على ويكلت. يعني أعتذر من الجميع، سأقوم بإعادتها إلى نسختها الأصل، إلى لغتها الأصل حتى يمكننا فهم ما المطلوب منا. أحياناً التطبيقات باللغة الأم تكون أسهل من أن نقوم بتعريبها. Please let us know what you have enjoyed about being a community leader and how your community responded to learning about Weeklet. يعني ما الذي قمت بفعله وأنت قائد؟ كيف روجت لهذه التطبيقة وأنت قائد؟ وكيف شجعت زملائك ومتعلميك للالتحاق بهذه المنصة؟ هذا ما يجب القيام به. نجيب عن هذا السؤال من خلال النقر على ليس هنا لأني لست sign up، يعني لم ألتحق بحسابي. عندما ألتحق بحسابي يتيح لي أن أقوم بإديت لهذه الكوليكشن، إذن سنقوم به لاحقا. السؤال الثاني activity I have been doing as a weeklet community leader in my school district and community، يعني الأنشطة التي قمت بها كقائد تستطيع نشرها، تستطيع نشرها في هذا السؤال. الأنشطة التي قمت بها أنت كقائد في مدرستك أو في مجتمعك district and community أو في مجتمعك كقائد، يمكن أن تنشر في هذا السؤال، يمكنك نشر مجموعة من الكوليكشن، مجموعة من الكوليكشن أو كوليكشن واحدة تستطيع وضعها فيها بعد الإجابة عن هذا السؤال، تستطيع نشرها حتى تمكن الفريق ويكلت من التعرف على الأنشطة التي قمت بها أنت كقائد. السؤال الموالي number of people I have shared ويكلت with and supported in their journey، يعني المجموعة من العناصر أو المجموعة من كما نقول زملائك أو المربين، أو الناس أو المربين التي قمت بمشاركة ويكلت معهم وساعدتهم على إعداد تدريبهم في هذا المحور، في محور ويكلت.
If you have two guests, that's fine. تستطيعون ذكر مثلا قمت بتدريب طلابي على هذه المنصة وكان عدد الطلاب كذا كذا، أو قمت بتدريب زملائي على هذه المنصة وكان عددهم حسب ما قمت بتدريبهم. إذن why I want to be Wicklet ambassador، لماذا أرغب في الحصول على هذا اللقب. Please tell us why you would like to be Wicklet ambassador، لماذا ترغب في الحصول على هذا اللقب. ستقوم بالطبع بذكر الأسباب والتي ستكون بطبعها أنك ترغب في تعريف زملائك على هذه المنصة، على أنها منصة رائعة تستطيع من خلال هذه المنصة أصلا أن تجعل من هذه المنصة مساحة تخزين معلومات لك، ليس فقط لتجميع الصور أو المعلومات عامة أو معلومات خاصة، أصلا تستطيع جعل هذه المنصة كمساحة تخزين خاصة بك، تستطيع تحميل الدوكيمنت، تستطيع تحميل الصور، تستطيع تحميل الفيديوهات، تستطيع تحميل أي شيء ترغب في تحميله وتخزينه. إن كانت مساحة الوان درايف لا تسمح، ومساحة الحاسوب، مساحة التخزين في الحاسوب لا تسمح، ومساحة الجوجل درايف لا تسمح، إذن تستطيع تخزين معلوماتك في هذه المنصة، وتستطيع أن تكون هذه المعلومات خاصة أو عامة، ترغب في مشاركتها مع الجميع أو تبقيها خاصة بك لأنها معلومات خاصة جدا. تذكروا ذلك why I want to become Wicklet ambassador. ثم السؤال الأخير how I plan to share Wicklet more as a Wicklet ambassador، كيف يمكنك مشاركة Wicklet أو الترويج لهذه المنصة وأنت خبير. من خلال هذا السؤال يمكنك أيضا الاستعانة بكوليكشن قمت بفعلها، أو مثلا تدريب قمت بفعله للترويج لهذه المنصة مثلا كالتدريب الذي نقوم به الآن. يعني يستطيع أي زميل من الزملاء القادة سابقا، كما ذكرنا في أول الحصة القادة سابقا كان من المفترض أن يقوموا بإدراج هذا التدريب في مجموعاتهم حتى يتحصلون على السفير، لكن ما شاء الله تم قبولهم كسفراء قبل هذا التدريب حتى يكون لقاء السفراء عوضا عن لقاء ويكلت. فنحن ما شاء الله في هذا التدريب كلنا سفراء وليس بيننا قادة. إذن هذه هي هذا هو المطلوب، وسنذهب إلى الفورم حتى نقوم بملئها. أولا يطلب منك first name and last name. First name كما هو معروف الاسم، و last name هو اللقب كما نحن نعرفه في شمال أفريقيا، وأما اسم القبيلة كما يقال، يعني هنا مثلا الاسم first name يكون فاطمة أو محمد أو علي أو هاجر أو أي اسم آخر، واسم القبيلة يكون كما في المشرق مثلا فاطمة أحمد علي مش عارفة إيش. أما بالنسبة نحن في تونس نقوم بذكر الاسم واللقب، يعني مثلا عن نفسي أكتب هنا سونيا وهنا السعيدي. ثم الميل preferred mail، this is the email we will contact you on. هنا نذكر الميل، هنا نكتب الميل الذي من خلاله تتم التواصل بيننا وبين ويكلت، ويحبذا يكون الميل الذي قمنا بفتح حساب ويكلت به. Country region or region، هنا مثلا عن نفسي أكتب تونسيا كما قمت بملء هذه الاستمارة سونيا سعيدي، هذا بريدي الإلكتروني وهذه my country. State or region، هنا أقوم بكتابة عنواني
ويكلت هاندل منذ حين رأيت من يسأل عن الويكلت هاندل. الويكلت هاندل هو هذا، هذا فقط الويكلت هاندل. أو يمكننا أيضا أن نقرأ، هنا سنقوم بتجريبه، لكن في اعتقادي الويكلت هاندل هو هذا أت سونيا سعيد. سنقوم بوضع البروفايل هنا فاست. هذا هو الويكلت هاندل، يعني بروفايلك على ويكلت تنقره هنا، تضعه هنا. أما أمباسادر أبليكيشن فأنت تقوم بمشاركة هذه الكوليكشن ووضع الرابط في هذه، ليس هذا. سأذهب إلى بروفايلي وأبحث عن My Wicklet Ambassador وهي هذه. سنأخذ الرابط كما هو مبين هنا. إذن هي متاحة للعموم تقريبا. شير كما ترون هنا 3 view. سأريكم ما قمت بفعله في هذه الابليكيشن. إذن قمت بكتابة معطياتي الشخصية. How I have found being a Wicklet community leader. ماذا قمت بفعله وأنا قائد. وهذه التطبيق وهذه الكوليكشن كما ترون هنا هي كوليكشن وأنا قائد Wicklet community leader. ما الذي قمت بفعله وأنا قائد في مجتمع ويكلت، وأيضا قمت بنشر ضمن هذه الابليكيشن، قمت بنشر كوليكشن أخرى وهي عن ويكلت لايف للسنة الفارطة. أيضا activity I have been doing as a ويكلت community leader، أنشطة قمت بفعلها وأنا قائد في مدرستي أو في مجتمعي. My activity as a Wicklet community leader. Number of people I have shared Wicklet. قمت بنشر هذه التطبيقة مع عدد 30 أو 50 من المتعلمين والزملاء. Why I want to be a Wicklet ambassador. تقوم بالإجابة عن السؤال. How plan to share Wicklet more as a Wicklet ambassador. كيف تستطيع التعامل مع هذه المنصة وأنت سفير. يمكنك أن تضيف إجابة هنا وأن تضيف بعض المجموعات التي قمت بإنشائها أو كما ذكر في الليدر في القائد الكوليكشن التي أنت فخور بها عندما قمت بإنشائها. إذن سنقوم بمشاركة رابط الكوليكشن حتى نضعه في التطبيق. إذن invite to edit. لا نعم وصلتني الآن شهادة سلوى. ما شاء الله مبارك للجميع على هذه الشهادات. إذن حتى أستاذة سونيا نشر هذه نعم وصلت أستاذة سونيا. عذرا هل يمكن أن نستبق الأمور وننشر الكود الخاص بك ربحا للوقت حتى يتمكن الجميع من نعم لكي يتمكنوا من بعث الاستمارة ونحن ما زلنا في الحصة. بالنسبة للشهادات توصل بالإيميل، شهادات ويكلت توصل في الإيميل، يعني إذا ما وصلتك الحين ممكن توصل بعد ساعة بعد ساعتين بكرة إن شاء الله بتوصلك. يعني هذا الأمر يتعلق بويكلت، ليس لنا به أي علاقة سوى أن نعطيك الكود وبه هذا توصلك إن شاء الله على الميل مباشرة. الشهادات تصل على الميل مباشرة. يلا أستاذ علي يمكنك أن تشارك الاستمارة.
الكود خصوصا ما سأقوم بنشر. إذن الكود هذا، لكن عندي مشكلة بكتبها في الشات فأكتبه أستاذ علي. تمام، دقائق فقط. أملي علي 7-2-7-2-9-7-8 7-2-9-7-8 طبعا توصلكم تباعا إن شاء الله. هذه الشهادة رقم 4 من ويكلت خاصة بالأستاذة سونيا، صحيح الكود؟ صحيح، الحمد لله. نعم الحمد لله. أستاذة أنس، ممكن مشاركة الفورمز مرة ثانية؟ نعم، سأتولى الأمر. يمكنك مواصلة التفسير وسأتكفل بالأمر عن طريق الشات. أوكي، شكرا لك. تفضلي، تفضلي. إذا نقوم بمشاركة، تمام، نقوم بمشاركة رابط الويكلت. invite to edit، لا أرغب في التعديل عليه، فقط أرغب في استخراج الرابط share to view only حتى يتمكنوا من رؤية ما قمت به. share link، أقوم بcopy link هذا الرابط ثم أقوم بنسخه هنا، بلصقه هنا، ثم بعد أن أتممت استمارتي أنقر على submit. بهذه الطريقة تصل الابليكيشن التي قمت بها إلى فريق ويكلت ويقومون بإجابتي في الحين حتى تتم مراجعة ما قمت به، وبحول الله تصلنا الشهادة ونصبح سفراء إن شاء الله. نعتذر عن طول هذه الورشة، نعتذر عن طول هذه الورشة. من بين الحضور من قال أن الورشة وقت الورشة طويل، نعتذر عن طول هذه الورشة لأن كما ترون رغم طول هذه الورشة لكن ويكلت لازال فيها ما نضيف. يعني لو كانت ورشات متتالية بهذا القدر بهذه المساحة الزمنية الطويلة، لكن مع ذلك لن نستطيع أن نفي ويكلت حقها. ونعيدكم إن شاء الله بحصة أخرى إن شاء الله، انتظرونا في تاريخ 19 من هذا الشهر لتكتمل وحصولكم على السفير. فاللي اليوم قدم إلى قائد إن شاء الله بيقدم إلى سفير يوم 19. فالهمة شدوا حيلكم وجهزوا أموركم يوم 19 إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله، ولتقديم حصة أخرى في ويكلت على تقديم إلى منصة ويكلت والحصول على سفير بإذن الله مع مدربين المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب. نتمنى أنه طول الحصة كان مثمر، نتمنى أنكم أنا بنتظر التصفيق والقلوب والتفاعل لأفهم. بخيلين اليوم، بخيلين يعني بخيلين جدا في هذا الأمر. لا يعني لو كان حطوا أكباش في الرياكشنز كان حطوا أكباش الخروف ندور الخروف أستاذ علي الخروف لحظة من فضلك أستاذ. اللي نسخ الرابط يكون نسخ معاه فراغ، لذلك لا يستطيع أن
مثلا في مع الأستاذة أماني عبد الله. We can't find this code in our system. لأنه أخذت معه فراغ. لذلك يجب أن تنقريه بالحرف بالحرف. أستاذة أماني. يعني عند أخذ الرابط، عند أخذ الكود، قد نكون أخذنا معه بعض الفراغات. وبهذا لا نستطيع السيستم لا يقبله. نعم. هو يتكون من تقريبا 1 2 3 4 5 6 هذا الاسم، وبعدين في خمسة أربعة. نعم أستاذة سونيا، أستاذة علي، هي هو سبب كافي لالتحاقهم بالحصة المخصصة لويكلت ليوم 19. إذا نعم. لم يتسنى لهم الحصول على الشهادة اليوم، يمكن لأنه عند تعمير الاستمارة كنا حددنا الحضور بأقل من الحضور الكريم الذي كان معنا اليوم. مشكورين أستاذة أنس. أستاذة أنس تفضلي. عن نفسي أتحدث، الجميع سيحصل على شهادة من تدريبي، لأني قمت بتحديد الحضور ب200، لذلك برافو. الحضور جميعا سيتحصلون على شهادة بحول بالنسبة من بالنسبة لي. بالنسبة لي كنت حددت الحضور على 100. إذا لم يتحصل منكم أحد على شهادة باسمي، سيكون هذا هو السبب، لأن الحاضرين عددهم أكثر من 100. نعم، وأنا حددت عدد الحاضرين يعني مشاركين يعني ب150، سيتحصلون يعني 150 على شهادة من باسمي. يعني في أقصى الحالات ستتحصلون على الأقل شهادة من نعم الأستاذة سونيا والأستاذة سلوى. فتح المايكات. أستاذ فتحي يرغب في الكلام، سأقوم بفتح المايكات للجميع حتى يتمكن الجميع من التفاعل، ومرحبا بتفاعلكم وتساؤلاتكم. سنقوم بنشر رابط الحضور، رابط فورمز الحضور الآن. نذكركم مرحبا بتدخلاتكم. يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة تاريخ 5 أغسطس أو أوت، 5 أوت إن شاء الله. بعد بنوزع فيها شهادة. أنا طولي بارك علينا. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام ورحمة الله. سيد علي، مرحبا بك. أنت لك ألف حق أن تطلب من المشاركين الدعم، لكن أعتقد أنك لست في تونس، الأنترنت ضعيف جدا، وأعتقد أن زميلاتك يشاطرون من الرأي، معناها تضغط عشرات المرات بالفأرة حتى تحصل مرة واحدة على تفاعل، معناها المشكلة الأنترنت أكثر الأقل. وبقي ما قدمه الزملاء، وأقول الزملاء لأني سفير في منصة ويكلت، صراحة رائع جدا ويفوق الخيال، والتوزيع آية في التنظيم، معناها فريق يقوم بكذا ثم يأتي ثاني ويواصل العمل ثم الثالث وهكذا، رائع. لا تحصلنا إلى أعتقد 4 شهادات إلى حدود الساعة، رائع جدا، ربي يبارك فيكم. الفائدة الخامسة في الطريق، والخامسة في الطريق. أنا سعيد جدا بما قدمتم. الحمد لله، الحمد لله. الخامسة في الطريق بإذن الله. فورمز الحضور، فورمز الحضور، ورجاء تعمير الفورمز بكل دقة حتى أتمكن من إعداد الشهادات بكل دقة والجميع يجدوا شهادته. والرجاء أن تصبروا معنا في نشر الشهادات، طولوا فيما يخص نشر الشهادات شوي. طولوا شوي، نريد الإتقان في العمل، إذن يتطلب الأمر بعضا من الصبر. بالنسبة للحصة هي مسجلة. أحسن شهادة، التكوين الجيد الذي قدمتموه الآن، أحسن شهادة أعتقد. شكرا أستاذ فتحي. شكرا، هذه شهادة نعتز بها. هذه شهادتنا، شهادتك لنا، هذه شهادتك التي تقدمها لنا ونحن نفخر بها. طبعا أنا سعيد جدا. سعلي أشكرك لأنك كنت رائع اليوم، أشكر زميلاتك الفضليات التي قدمنا عرض رائع جدا يستحق الشكر ويستحق التمجيد، لم يتركوا لا شاردة ولا واردة في وكالة إلا وأتوا عليها. زد على ذلك أن عندنا لقاء مرتقب في القريب العاجل حتى نتثبت من الذي لم يحصل على شهادة
سيتحصل عليها لاحقا إن شاء الله بإذن الله. ونذكركم يوم الجمعة، يوم الجمعة القادم إن شاء الله، هذا الجمعة يعني تاريخ 5، عندكم إن شاء الله ورشة، وفيها بعد فيها هذه مفاجأة لهذا الأسبوع، شهادة فيها شهادة هذه الأسبوع استفدت أنا فيها عن نفسي أقدم فيها شهادة ويكلت للحاضرين. ربي يبارك لك، السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المتدخل؟ سادين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. بشكر الأستاذة سنيا والأستاذة سلوى والأستاذ علي. شكرا، جزاكم الله كل خير. شكرا حبيبتي، شكرا شكرا. شكرا حبيبتي، شكرا، وسعيدنا دائما حضورك معنا، استمتعنا معكم.